يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير والسعادة على ناس وأهل بلدنا في كل مكان في مصر. صباح الخير على أهلنا في قطاع غزة الصامدين وفي كل أرجاء فلسطين. امبارح العنوان الرئيسي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان هو الحرب على المستشفيات. مجمع الشفاء الطبي اللي هو أكبر مستشفى في قطاع غزة تم استهدافه 5 مرات متتالية. تم استهداف مستشفى النصر لسرطان الأطفال، محاصرة مستشفى الرنتيسي والقدس بالدبابات، وانقطاع التيار الكهربائي تماما عن المستشفى الأندونيسي. لكم أن تتخيلوا مستشفى ينقطع عنها التيار الكهربائي وفيها أجهزة للتنفس الصناعي. طبعا حالة من حالات التدهور الإنساني تماما داخل القطاع. من الناحية الأخرى، في وسط هذه الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، مصر بتقوم بتواصل مستمر وتنسيق دائم مع كل الأطراف لإنهاء الأزمة والوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. بالتأكيد كلنا بنتابع الاتصالات اليومية اللي بيتلقاها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قادة وزعماء العالم، اللي بتركز بشكل كبير على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين أجمعين. بكل تأكيد يا محمد، وطبعا في ظل هذه الانتهاكات الإنسانية والأخلاقية من قبل الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، كان بكل تأكيد في اهتمام كبير جدا بمخرجات القمة المصرية القطرية اللي عقدت أمس في القاهرة، واللي بحث فيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء ووقف نزيف الدم، وده من خلال تكثيف الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار وضرورة استدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات اللي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة. ده أمر في غاية الأهمية جمانة، فكرة نفاذ المساعدات بالكميات اللي بتلبي متطلبات أهلنا في قطاع غزة. المساعدات اللي وصلت القطاع حتى الآن حوالي 700 شاحنة، ثلثي هذه المساعدات مقدمة من الدولة المصرية، الثلث الأخير من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإنسانية. طبعا كلنا عارفين أن ده مش كفاية ولا يلبي المتطلبات اليومية لقطاع غزة، لكن الموقف المصري بيؤكد دائما على أنه لازم يوصل لأهالينا في غزة أكبر كمية ممكنة من المساعدات اللي بتلبي الاحتياجات الخاصة بأهلنا في القطاع. طبعا بيعانوا من حصار مستمر من حوالي 17 سنة، عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية. الحقيقة أنه القمة أمس أكدت على رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو حتى دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري، ودي رؤية مصرية ثابتة وموقف مصري تم الإعلان عنه من أول يوم في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبالفعل مصر نجحت أنها تفرض هذا الموقف وأنها تقطع الطريق على أي محاولات لدولة الاحتلال بدفع الفلسطينيين للتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، وده من أول يوم هو ما تؤكد عليه الدولة المصرية. موقف محترم، موقف ثابت، موقف عادل ومنصف بكل تأكيد، إن كان للفلسطينيين أو حتى لدول الجوار ودول المنطقة. فكرة أن الكيان الإسرائيلي حتى الآن يتحدث عن السيناريوهات المتوقعة بعد وقف التصعيد في قطاع غزة، وفكرة أنه رمي المسؤولية على أي دولة أخرى أو على أي تكتلات أخرى لكي تغسل يدها من الدمار اللي حصل في قطاع غزة، حتى هذا تم رفضه من الدولة المصرية. مرة تانية موقف مصر لا مزايدة عليه، موقف مصر واضح وصريح، ومرة تانية منصف وعادل وحكيم ورشيد. وأعتقد أنه هذا الموقف يا محمد بالفعل قدر أنه هو يعني يحدد، خلينا نقول يحدد مواقف كل الدول أيا كان، إن كان من الدول الغربية وحتى بين الدول العربية. صحيح. بكل تأكيد شايفين صحيح. كمان أراء ابتدت تتغير. صحيح مصر فعلا جمانة عندك حق، بتقود العمل العربي وكمان غيرت أو عدلت في بعض المواقف الدولية في بعض عواصم صنع القرار عالميا، بدأت شوية تتفهم الرواية الفلسطينية والرواية العربية بشكل كبير. النهاردة كمان في حدث مهم جدا هنتابعه مع حضراتكم على شاشة القناة الأولى وكمان في برنامجنا صباح الخير مصر، انعقاد القمة العربية في الرياض. طبعا عيون الشارع العربي كلها بتتوجه إلى الرياض النهاردة، هنعرف يعني إلى أي مدى ممكن هذه القمة بالفعل تقدم مخرجات حقيقية تساند القضية الفلسطينية، تساند وتدعم الحق الفلسطيني، ويبقى في صوت عربي موحد، صوت
واحد عربي بيرفض تماما هذا العدوان، بيطالب بوقف فوري لإطلاق النار، بنفاذ المساعدات الإنسانية. دي أهم المتطلبات الخاصة لأهلنا في قطاع غزة. معاكم في صباح الخير يا مصر، مستمرين مع حضراتكم لتغطيتنا الخاصة لآخر التطورات في قطاع غزة، ومرة تانية بنصبح على حضراتكم. صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الفل عليك يا لمياء. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في نشاط للرياح مصاحب للسحب الرعدية واللي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وفي فرص لأمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على محافظة القاهرة ومدن القناة، وكمان فرص لأمطار خفيفة مساء وقد تكون رعدية أحيانا برضو على جنوب الوجه البحري ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 28 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في مطروح 25 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلونا مرة تانية نرجع لجمانة ومحمد نبدأ معاهم فقرتنا. شكرا لك يا لمياء. مشاهدينا كعادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدا معكم اولى فقراتنا باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت بالامس، والبدايه مع استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس للشيخ تميم بن حمد الثاني امير دوله قطر. وخلال اللقاء تم الاشاده بالتطور المستمر في العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين. اتفق الزعيمان على مواصله تفعيل مختلف اطر التعاون واليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين. كمان ناقش اللقاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وبحث آلية عمل أفضل لحماية المدنيين الأبرياء ووقف نزيف الدم. وتم استعراض أيضا الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني. كمان تم التأكيد على رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الذي يقوم بزيارة لمصر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد، واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وفي ذلك السياق بحث الزعيمان التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وما يرتبط به من تحديات إقليمية تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة، كما تم تأكيد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري. واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بالإشادة إلى أن الجانبين أكدا استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة. وفي نهاية الزيارة حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر من مطار القاهرة.
قطاع الكهرباء في مصر حصل فيه تطور كبير جدا في السنين اللي فاتت بعد ضخ استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية، بما يتطلب مع الطلب المتزايد على الكهرباء داخل المجتمع المصري. كمان تم إنشاء محطات توليد عملاقة، كل ده بجانب أيضا تحديث شبكة النقل وتنفيذ مشروعات كبيرة في مجال طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، على سبيل المثال زي مزرعة الرياح في راس غارب وغرب النوبارية ومحطة الطاقة الشمسية في بنبان. شهدت مصر تحولا ملحوظا في قطاع الكهرباء، وأصبح نموذجا يحتذى به للعديد من الدول، حيث تم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء بشكل مستدام، وذلك بعد ضخ استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. بدأت جهود تطوير قطاع الكهرباء في مصر عام 2014، وتم إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة، حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء لحوالي 30 جيجا وات في 6 سنوات فقط، وهو رقم غير مسبوق. وساهم هذا التوسع في زيادة القدرات الكهربائية في تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام. وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية، بالإضافة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية والتي تم إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 جيجا وات أو ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي، ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجا وات من 75 وحدة توليد. وعملت وزارة الكهرباء على تحسين الشبكة الكهربائية بشكل كبير، وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء، وعلى رأسها الطاقات المتجددة. كما تم أيضاً تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم في الشبكة، مما ساهم في تحسين الاستجابة والاستقرار، وبفضل هذه التطورات تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء. كما تم تعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء من خلال تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة، وتم تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، مما ساهم في تنويع مصادر التوليد وتقليل اعتمادية مصر على الوقود الأحفوري، وحيث تم بناء مزارع رياح كبيرة في رأس غارب وغرب النوبارية، وتم تنفيذ محطة كهروضوئية عملاقة في بنبان. وبلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجا وات، والقدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجا وات، وتم إضافة حوالي 76 ميجا وات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بكومامبو قدرة 26 ميجا وات، بالإضافة إلى محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجا وات. بجانب ملف الكهرباء، الدولة المصرية كمان قطعت شوط كبير جدا وقدمت إنجازات الحقيقة كلنا حاسين بيها على أرض الواقع فيما يخص بمشروعات الطرق والمحاور تحديدا. خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أبرز المشروعات اللي اتعملت ضمن خطة تطوير تطوير منظومة النقل وربط شبكة الطرق بخطط التنمية. قطعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شوطاً كبيراً وإنجازات ملموسة في مشروعات المحاور والطرق، حيث وضعت خطة لتطوير منظومة النقل وربط شبكة الطرق بخطط التنمية. بدأت حكاية إنجازات ملف الطرق في 2014 عندما كانت الانطلاقة بإنشاء 7000 كيلومتر طرق جديدة، ليصبح طول شبكة الطرق 30.5 كيلومتر، مع تطوير 10000 كيلومتر من الشبكة الحالية وإنشاء 13 محوراً جديداً و935 كوبري، ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري ونفق، مع رفع كفاءة 41000 كيلومتر من الطرق المحلية.
أيضاً تم إنشاء 3000 كيلومتر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 ألف كيلومتر، مع تطوير 4000 كيلومتر من الشبكة الحالية ليصبح الإجمالي 14 ألف كيلومتر، مع إنشاء 21 محوراً جديداً لتصبح المحاور 72 محوراً. هذا بالإضافة إلى إنشاء 365 كوبري ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري ونفق، فضلاً عن العمل الجاري لرفع كفاءة 34 ألف كيلومتر من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة. وبالنظر إلى الطرق والمحاور المطورة، فقد تم تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي والطريق الدائري وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وطريق سفاجة مرسى علم، بالإضافة إلى إنشاء طرق جديدة مثل طرق الجلالة وطنطا السنطة زفتة وشبرا بنها الحر والطريق الدائري الإقليمي ومحور 30 يونيو وبني سويف الزعفرانة. أما عن مشروعات محاور النيل التي كلف بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففي يونيو 2014 وجه رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتراً لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بإنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وليس مجرد كوبري على النيل فقط مثل محور كلبشة وجرجة وبنها وقوس وصملوط. طبعا طفرة كبيرة جدا في منظومة النقل والشبكة القومية للطرق، وكلنا لامسين ده في حياتنا اليومية لما بننزل نروح أي مشوار. زمان كان الوقت بيبقى أطول، الجهد بيبقى أكتر، دلوقتي شبكة الطرق دي ربطت نقاط كثيرة جدا في العاصمة وفي المدن بشكل مباشر، بيوفر في الجهد بيوفر في الوقت، إلى جانب طبعا إن ده بيحفز أي مستثمر أو أي مشروعات استثمارية إنها تشتغل، لأنه شبكة الطرق موجودة بتربط ما بين الموانئ، بتربط ما بين المدن والمدن الأخرى داخل مصر بشكل كبير. بكل تأكيد يا محمد، يعني أعتقد أنه كله دلوقتي بقى بالفعل بالنسبة له الطرق اتغيرت كتير جدا عن الأول. أي حد فينا كان بيروح مشوار كان لازم يبقى عامل حسابه لساعتين مثلا قبلها، دلوقتي بالفعل بقى عندك أولا في سيولة مرورية كبيرة، بقى عندك أكتر من طريق ممكن تستخدمه، ده غير بقى كمان معايير الأمن والسلامة. إحنا للأسف وقت من الأوقات كانت مصر بتتصدر قائمة الدول اللي طرقها غير آمنة تماما، أو حتى لو هنتكلم عن فكرة الطرق الممهدة أو جودة الطرق زي ما بنقول، دلوقتي مصر بالفعل في يعني خلينا نقول من مصاف الدول المتعلقة، هنتكلم تحديدا عن جودة أو معايير الأمن والسلامة الطرق. حتى احنا بالنسبة لنا بقينا بنتابع أنه نسبة الحوادث مش زي الأول تماما الحمد لله، يعني بكل تأكيد. فلو هنتكلم على قطاع الطرق تحديدا هو طفرة كبيرة جدا، وقطاع الطرق بينعكس على ملفات كتير جدا وقطاعات كتير جدا، ده غير أنه هو كمان بيبقى يعني المواطن دايما هو بيشعر بيه على أرض الواقع. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وكمان في نشاط للرياح مصاحب للسحب الرعدية واللي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة ومتقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة مساء تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها، خصوصا أن في انخفاض ولكن طفيف في درجات الحرارة.
هو طبعا اليوم هنبدا نشوف بعض التقلبات الجويه، يمكن الايام الماضيه كان معانا فرص لسقوط الامطار لكن كانت موجوده في المناطق الجنوبيه بشكل كبير، جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر او جنوب الصعيد، لكن اليوم هيبدا ياثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه وايضا السحب العاليه، مع وجود كمان امتداد لمنخفض سطحي على سطح الارض مع كتل هوائيه رطبه، فهنبدا نشوف بعض التقلبات الجويه لكن هنحس بيها فترة المساء. مع فترات المساء هتبدأ معانا فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة اللي قد تكون متوسطة أحيانا في بعض الأماكن، وكمان سحب أو أمطار رعدية على بعض الأماكن من القاهرة الكبرى بفترة المساء، مدن القناة الأمطار كمان هتكون خفيفة متوسطة على بعض الأماكن من الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد، تمتد كمان الأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب الوجه البحري، جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، يعني أمطار اليوم هتكون أمطار متفاوتة الشدة ورعدية في أغلب محافظات الجمهورية، وهنحس بالأمطار دي أو بوجود الأمطار الرعدية مع فترات المساء، بالإضافة كمان بيستمر معانا انخفاض درجات الحرارة أو درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، خاصة إن السحب الموجودة هتحجب جزء من أشعة الشمس فهتساعد إن احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة. العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع خلال فترة النهار إن هي تكون 28 درجة مئوية، فبالتالي إحساسي بالطقس خلال فترة النهار هو طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، حر على محافظات الموجودة في شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ده بيكون فترة النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ودخولنا أكثر في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر بيكون في انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة، أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، وفرق في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل أحيانا في بعض المحافظات بيتجاوز العشرة والاثناشر درجة مئوية. كمان الشبورة المائية احنا بدأنا نلاحظ ان كثافتها بدأت تقل خلال هذه الأيام، هي ما زالت موجودة لكن بكثافة أقل عن الأيام الماضية اللي كانت بتوصل لحد الضباب، فالشبورة المائية هي شبورة مائية عادية جدا بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مش هتأثر تماما على حركة المرور لكن ممكن يكون معها انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، فناخد بالنا بس من الشبورة المائية. الأحوال الجوية اللي فيها تقلبات جوية دي مكملة معانا على مدار الأسبوع ده كله لكن هتختلف من يوم للتاني، يعني احنا غدا الأحد متوقع استمرار وجود الأمطار المتفاوتة الشدة والرعدية على مناطق متفرقة من الجمهورية، مع يوم الثلاث والأربع الجايين هيبقى فيه مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، متوقعين إن العظمى على القاهرة الكبرى تكون مع نهاية الأسبوع 26 درجة مئوية فترة النهار، فترات الليل تكون 18 درجة مئوية، أمطار متفاوتة الشدة وخاصة على المناطق الساحلية، فإحنا عندنا في بعض التقلبات الجوية وأهمها سقوط الأمطار في مناطق متعددة من الجمهورية، فعشان كده بننصح كل السادة المواطنين المتابعة اليومية للنشرات الجوية دايما نعرف الحالة الجوية إيه الظواهر الجوية، أماكن سقوط الأمطار بالظبط هتكون موجودة فين عشان نبدأ نرتب أحوالنا ونرتب أشغالنا. مهم كمان مع سقوط الأمطار وخاصة المحافظات المعنية أكثر بسقوط الأمطار اللي ما بين الخفيفة واللي ممكن تكون متوسطة، لازم نبتعد تماما عن أعمدة الإنارة، أكشاف الكهرباء، ألواح الآلات المعدنية الموجودة في الشوارع، المباني المتهالكة، القيادة كمان تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر مع الشبورة المائية أو أثناء سقوط الأمطار على مدار اليوم. خليني أسألك على سرعة الرياح ونسبة الرطوبة وحركة الملاحة البحرية. هو بالنسبه لسرعات الرياح هو لحد الان يعني سرعات الرياح معتدله بشكل كبير، يمكن احنا ملاحظينها خلال الايام الماضيه نشاط نسبي للرياح مش موجود، ما بنحس ان ما فيش اي نشاط للرياح موجود، وده مكمل معانا يمكن لحد يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. الاحوال الجويه بالنسبه للرياح معتدله تماما، سرعات رياح ما بين 25 ل 30 عقده بالكثير في معظم محافظات الجمهوريه، وده بيدي مردود كبير على حركه الملاحه البحريه، ما زالت حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر والمتوسط معتدله تماما، يمكن كمان خفيفه لمعتدله، يعني ما فيش اي تاثير على حركه الملاحه البحريه، والبحرين الاحمر والمتوسط مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن هنا هنحذر ان السحب الرعديه احيانا بيكون معاها رياح هابطه
الرياح الهابطه دي بتزود سرعات رياح على سطح الارض، فبالتالي ممكن يكون في بعض لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة الناتج عن السحب الرعدية اللي هتكون موجودة معنا، وخاصة خلال فترات المساء وساعات الليل اليوم بإذن الله. الأتربة دي ممكن تأثر على مرضى الحساسية، ولكن ولا هي لسه بسيطة شوية؟ هي هتبقى أتربة مؤقتة، لأنها هتبقى وقت المطرة ثم هينزل المطرة على طول، فبالتالي هتقول الأتربة، فهي تكون وقت المطرة أو قبل المطرة بشكل مباشر يعني، فإن شاء الله ما تأثرش تماما على مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية. نسبة الرطوبة يا فندم؟ هي نسب الرطوبة الموجودة في الجو يعني مرتفعة بشكل كبير، ويمكن ده هيساعد على وجود الأمطار في مختلف مناطق الجمهورية، خاصة مع المنخفض الجوي الموجود في معظم المحافظات أو المؤثر علينا في طبقات الجو العليا. نسب الرطوبة على المناطق الشمالية بتتجاوز 80 و85%، وطبعا كل ما تقدمت للمناطق الداخلية كانت نسب الرطوبة أقل. ده بيكون فترات الليل، فترات النهار نسب الرطوبة بتتجاوز 35 و40%، وأحيانا بتوصل 50% في المحافظات الشمالية. ده طبعا خلال فترات الليل، وكل ما تقدمت للمناطق الداخلية المحافظات الصعيد بتكون نسب الرطوبة أقل، لكن وجود المنخفضات الجوية الموجودة على سطح الأرض أو في طبقات الجو العليا ده اللي هيخلي الرطوبة دي ترتفع في عمود الهواء ككل، فمش هحس بوجود نسب الرطوبة، لكن هشوفها في سحب منخفضة أو متوسطة، وده اللي هيسبب سقوط أمطار إن شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 28 والصغرى 20، العاصمة الإدارية 29-19، اسكندرية 28-19، العالمين الجديدة 27-18، مطروح 25-17، دمياط 27-21، بورسعيد 27-21، الإسماعيلية 29-18، السويس العظمى فيها 29 والصغرى 19، العريش 28-17، كاترين 26-13، طابة 31-20، حلايب 29-24، شلاتين 31-25، شرم الشيخ 33-24، الغردقة 33-22، الفيوم العظمى فيها 31 والصغرى 18، بني سويف 31-18، الوادي الجديد 36-19، أسيوط 32-17، سوهاج 34-18، قنا 36-21، الأقصر 36-21، وأخيرا أسوان العظمى فيها 37 والصغرى 23. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمعنا محمد نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك لميان. هي من أهم تداعيات ما يحدث في قطاع غزة التصعيد الغير مسبوق على قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي هو حجم التدمير اللي بيحصل في القطاع، بالتأكيد ليه أثار كارثية على البنية التحتية وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. وفي تقارير بتقول إنه خسائر الحرب حسب تقديرات أولية حوالي 3 مليار دولار. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكثر عن الاقتصاد الفلسطيني من الداخل. معنا دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي، ونرحب بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بيكم. يعني حابين في البداية نعرف من حضرتك تأثيرات الحرب المباشرة على اقتصاد غزة والاقتصاد الفلسطيني. في تقرير صدر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتحدث عن أرقام مفزعة للغاية، بيتكلم على أنه نصف الوحدات السكنية تم تدميره داخل القطاع، في فقدان لحوالي 400,000 وظيفة، في تعطل وشلل كامل لكل القطاعات الاقتصادية. هو الحقيقة طبعا ما تتعرض له غزة أو فلسطين بصفة عامة هو من أسوأ أنواع الاحتلال في العالم، بمعنى أن إسرائيل النهاردة 2014 قامت بتدمير غزة قبل كده، وإن كمان حتى 80% من المباني اللي دمرتها إسرائيل في غزة في 2014 لم تبنى لحد الآن. صح. وبالتالي عندما يضاف الآن إلى أكثر من 150,000 وحدة سكنية في هذا الوقت وفي هذا كده، والتهجير المتعمد والقتل المتعمد لأبناء فلسطين، هذا من حيث السياسة لا هو سياسة ولا هي حرب، هي عبارة عن دولة بتستخدم نفوذها وبتستخدم الدعم الغربي في تدمير وتهجير وفرض واقع لا يقبله إنسانية. واحنا بنشوف عن الاقتصاد، أولا الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد هش قائم على الإعانات الدولية، وبالتالي هناك كمان في 41% من السكان بيشتغلوا في إسرائيل،
وبالتالي سواء في الضفة أو هنا، إذا الاقتصاد الإسرائيلي معتمد على العمالة اللي بتذهب لإسرائيل، هذه العمالة توقفت. الأمر الثاني كمان، الاقتصاد الفلسطيني قبل أزمة، قبل الحرب الأخيرة، في 46% تمثل بطالة. وبالتالي هنا كل ده بتقول لنا إيه؟ تعال بقى ناخد حتة حتة ونشوف الدنيا مشيت إزاي. أولا هناك تدمير لبنية تحتية، هذه البنية التحتية تتكلف في حدود 2 مليار دولار اليوم، ده كان من حوالي 10 أيام أو 15 يوم، يعني النهاردة هذه البنية التحتية تتكلف أكثر من 3 مليار دولار. اثنين، المباني اللي تم تدميرها تتجاوز 2 مليار جنيه، يبقى احنا عندنا 5 مليار النهاردة خسائر مباشرة في الحجر بس. تعال خد بقى القتلى اللي هم موجودين دولت، والإيد العاملة اللي اتدمرت، الأرض الزراعية اللي اتجرفت، كل الصيد اللي وقف، الكهرباء اللي تعطلت، المدرسة اللي توقفت، المستشفى اللي اتهد، كل دي تتجاوز النهاردة أكثر من 500 مليار دولار النهاردة عشان تعيد غزة إلى ما كانت عليه أو حتى تكون هناك. فضلا عن ذلك الآثار الكلية بقى، الآثار الكلية أولا توقفت البورصة توقف كامل دلوقتي، هي كانت متعثرة لكن توقفت توقف كامل، وبترتب عليها توقف كل أدوات الآلات الاقتصادية، توقفت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية وغير ذلك، توقف أيضا النقل. حضرتك بص في الشارع وشوف عدد السيارات اللي احترقت واللي كسرت واللي اتهدمت، عدد السيارات بس بتاعت الناس الموجودين فيها، عدد آلات الحركة. النهاردة مجتمع فلسطين النهاردة مجتمع عاد إلى ما قبل 300 سنة، هذا الأمر يمثل جريمة، بجانب جريمة الحرب هناك جريمة اقتصادية تتم في شكل على ناس معزل ما لهمش أي علاقة بأي حاجة، لا هم قاموا واختطفوا المحتجزين ولا غيره، ده أطفال المقتولين النهاردة. تعال خد بقى كمان رأس المال البشري، النهاردة رأس المال البشري اللي موجود هم عندهم تقريبا 2.3 لما ناخد 30% منهم قوة عاملة، يعني حوالي 700 ألف إيد عاملة. ال 700 ألف إيد عاملة النهاردة شوف مستقبل الطلبة، مستقبل الأولاد، العدد الطلبة اللي توفوا النهاردة، الأولاد الأطفال النهاردة في مستقبل العمالة ومستقبل التنمية في أرض فلسطين. شوف السيدات والمدرسات والناس الموجودين، كل ده يمثل آثار اقتصادية على الاقتصاد تدفع غزة فاتورته على مدار 50 سنة قادمة، لأن ما يحدث في هذه الحالة هي جريمة بكل معاني الكلمة، لا يمكن وصفها على أنها حرب. الحرب عندما يكون جيشين قصاد بعض، لكن لما يبقى جيش مقابل أطفال ده جريمة كبيرة. الآثار الاقتصادية اللي اتأثرت بها غزة وستتأثر بها الأمة العربية، ليه؟ لأن في الآخر خالص البنات دي كلها هتبقى من خزانة الأمة العربية، من خزانة الدول العربية، وكذلك الدولة المصرية كمان تتأثر. هذا الأمر اللي موجود يمثل فاجعة اقتصادية موجودة بكل تأكيد في هذا الوقت، وتتطلب هنا ضرورة معالجتها بسرعة حتى لا يحدث تداعيات على الأزمة. ما إجمالي الخسائر التي تحملها الاقتصاد الفلسطيني في أدنى تقدير لن تقل عن 400 مليار دولار حتى يمكن أن تعاد إلى ما كانت عليه بغض النظر عما كانت. النهاردة كمان هضيف حتى القطاع المصرفي، لما يتوقف قطاع المصرفي النهاردة نهائيا ومفيش تداولات، إذن معنى ذلك الإقراض توقف والإيداع توقف وحركة الأموال توقفت. الأمر الثالث وهو القوى الشرائية، أجور العمال النهاردة، أجور العمال كانوا بياخدوا تقريبا 1.5 مليار شيكل، يعني 347 مليون دولار، وده بيأثر النهاردة الناس ما عندهاش فلوس، وبالتالي التضخم ارتفع إلى أعلى درجة، وعشان التضخم ارتفع إلى أعلى درجة إذا عدم توافر الأموال اللازمة، وبالتالي يؤثر على حركة التبادل التجاري. الأمر الآخر وهو التبادل طيب التجاري دكتور محمد الأخرى. طيب دكتور محمد، يعني خلينا نتكلم على التبادل التجاري. الحقيقة من 2007 تقريبا يعني الكيان الإسرائيلي فرض حصار على قطاع غزة
إن كان حصار على حركة الأفراد أو حتى البضائع، وبالفعل معظم البضائع والواردات الفلسطينية كانت بتمر عبر موانئ ومعابر إسرائيل. فيمكن حتى حسب التقارير أنه بالفعل الكيان الإسرائيلي حقق نمو يصل نسبة 7.2% بسبب يعني هذه التجارة، بسبب التجارة الفلسطينية. سؤال حضرتك يا فندم، مدى تشابك الاقتصادين مع بعض، وكيف سيؤثر على قطاع غزة بشكل، لو هنتكلم تحديدا على فكرة حركة البضائع، وحتى لأي مدى هو متشابك مع الاقتصاد الإسرائيلي؟ هو الحقيقة طبعا غزة، قطاع غزة قطاع محتل من إسرائيل وهي المسؤولة عنه، وبالتالي هناك معابر ما بين إسرائيل وما بين غزة والتبادل التجاري. أولا غزة تعتبر سوق تجارية بالنسبة لإسرائيل، لأن في هذه الحالة هي بتستفيد، فعندما تمنع عنها الاقتصاد الإسرائيلي بيتأثر. لكن كمان ما ننساش أن المواد الخام اللي داخلها هو منع عنها حتى المادة الخام اللازمة للإنشاء، حتى المادة الخام اللي لازم بنى عنها كل الحاجات، فده في حد ذاته هيأثر على، أثر من خلال الفترة الماضية كثيرا على الإنتاج الداخلي في فلسطين، والنهاردة توقف الإنتاج الداخلي في فلسطين خالص. معنى ذلك أن النهاردة عجلة الإنتاج، النهاردة قطاع التجارة الخارجية غير موجود، تجارة خارجية إطلاقا، تبادل تجاري ما بين الدولة قطاع غزة ودولة الاحتلال، والمنفذ الوحيد هو منفذ رفح، هو المفتوح، وبالتالي مفتوح دلوقتي عشان الحالات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية. إذا معنى ذلك أن القطاع هذا توقف تماما الدخول والخروج منه كل عوامل الإنتاج فيما عدا العامل الداخلي، وده اللي هو بقى الفلسطينيين بنفسهم دلوقتي بيشتغلوا على العامل الداخلي، إن هم إزاي بالموارد الذاتية المحدودة والداخلية انهم يديروا عجله الحياه اليوميه. والمعروف ده تحدي دكتور شواد في يعني قوي جدا وصعب امام المواطن الفلسطيني، خصوصا ان الاقتصاد في غزه هو اقتصاد هش بيقوم على انشطه بدائيه، يعني بنتكلم على الصيد او على الاراضي الزراعه مثلا والاراضي الزراعيه. فيما يتعلق بقطاع الزراعه هو قطاع مهم جدا في قطاع غزه، الارقام بتقول لنا ان 25% من الاراضي الزراعيه في غزه تم اتلافها واحراقها من قبل الاحتلال وتجريفها، بنتكلم على 45,000 فدان. هذا قطاع هو يعتمد عليه اهلنا في غزه للاكل وبشكل مباشر، شايف مستقبله ازاي يا فندم، وازاي يمكن تدارك تداعيات التدمير الذي حدث في قطاع الزراعة داخل غزة؟ شوف يا فندم، أولا هم وقفوا قطاع الزراعة خالص، لأن قل لي فين الفلاح النهاردة اللي يقدر يصحى من النوم يروح مزرعته في طيارة فوق منه بتضربه، أو في واحد عسكري إسرائيلي بيهدده بالسلاح. إذا النهاردة عجلة الإنتاج الزراعي حتى توقفت، والصيد توقف. النهاردة إحنا قدام جريمة كبيرة جدا من قدام العالم كله، والعالم الغربي بيدعمه، هو دع النهاردة القضاء على اقتصاد قطاع 2.3 أو 2.5 مليون النهاردة من القتل. الزراعة النهاردة توقفت، هم خدوا 45% من الزراعة، الشرايط اللي هم أخدوه النهاردة، كمان الأرض الزراعية اللي موجودة حتى الجنوب النهاردة، الجنوب غزة النهاردة مباح قتل الناس فيه وموجود. إذا النهاردة توقفت الزراعة وتوقفت الصيد، والحركة النهاردة خلال يعني كل يوم بنعرف إن في زيادة في الهدم وزيادة في التدمير وزيادة في القتل، وبالتالي هنا احنا هذا القطاع مهدد بالتوقف الكامل عن الحياة. وهذا يتطلب بقى ازاي نعالجه، ان يكون هناك قوة وارادة دولية حتى تفرض على اسرائيل ان تتوقف عن ذلك. الحرب له معنى، الحرب جيوش والحرب أسلحة، وهو الحل كما ذكرت دكتور شواتفي هو أن يتم إيقاف إطلاق النار فورا لكي تستعيد غزة حياتها من جديد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي، كنت معانا على الهواء. من ضمن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أيضا في قطاع غزة أنه في استهداف واضح لأصحاب الكلمة، للصحفيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، والحقيقة مش بس الصحفيين الفلسطينيين، كمان الصحفيين اللي بيعملوا بشكل مباشر داخل القطاع بالقتل أو الاعتقال. آخر الإحصائيات بتؤكد لنا استشهاد حوالي 44 صحفي واعتقال 25 آخرين. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من الكاتب الصحفي حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية يعني من ضمن الحقيقة المفارقات اللي تبعناها في أمس تحديداً
في جلسة لمجلس الأمن، وسفير الكيان الإسرائيلي مجلس الأمن تحدث عن أنه في اتهامات لوسائل إعلام بشكل عام العالمية بأنها تغير وتحرك حقيقة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها إلى حد ما متواطئة. شايفين أن السردية إلى حد ما اختلفت؟ الآن في ضغط يمارس على الكيان الإسرائيلي، ضغط إعلامي. هل تعتقد يا فندم أنه استهداف الصحفيين إن كان بالقتل أو بالاعتقال أو حتى التحرش في الميادين طبعا الصحفية وما يحدث في قطاع غزة، شايف أنه هو ده السبب يا فندم؟ أولا صباح الخير على حضراتكم، وبشكر حضراتكم على التغطية الرائعة في الحقيقة اللي بتقدموها في البرنامج. لكن خلينا نقول مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو كل المنظمات الدولية للأسف الشديد أثبتت رعونة شديدة جدا جدا فيما يحدث في غزة. هذا العالم وهذه المؤسسات واضح يعني ببيان أنها لا تعمل لصالح المواطن العربي أو المواطن يعني الذي لا يملك السلاح ولا يتلقى القنابل وضرب الطائرات اليومي بهذا الشكل على مدار ويقوم بعمله من شهر. في الحقيقة ما يواجهه الشعب، شعب فلسطين في غزة، وأيضا الصحفيين والإعلاميين داخل الأراضي المحتلة في غزة، هذا العالم بما فيهم مجلس الأمن كأنه لا يراه. الآن أكثر من 11 ألف شهيد، منهم أكثر من 5000 شهيد من الأطفال، ونحو 50 من الصحفيين والإعلاميين الشهداء، هذا غير ذويهم اللي تلقوا طلقات الرصاص والمدافع من قوات الكيان الصهيوني والعالم لم يتحرك. ما يحدث الآن على هذه الأرض العربية هي مؤامرة عالمية ضد هذا الشعب بقيادة هذا الكيان الصهيوني اللي في الحقيقة انكشف وجه العالم كله في تحيزه السافر لي بما فيهم يعني بما فيهم واجهة الصحفيين والإعلاميين وأصحاب القلم اللي بينقلوا الصورة لكل العالم والرأي العام العالمي، اللي إلى الآن أعتقد أن موقفه لم يتغير كثيرا في مواجهة ما يقوم به الكيان الصهيوني. ما يحدث الآن هو تواطؤ عالمي، تواطؤ عالمي لم يفعل مجلس الأمن ولا غير من المنظمات الدولية فيه الكثير لإيقافه حتى الآن. مشاهد التهجير ومشاهد الإبادة والمشاهد التي نراها يوميا والتصعيد الخطير الذي يحدث حتى الآن، ورأينا عشرات الألوف من الفلسطينيين بالأمس يتم تهجيرهم من شمال غزة إلى جنوب غزة في نكبة جديدة، بيأكد أنه لا مجلس الأمن ولا غيره يقوم بدوره حتى الآن على هذه الأرض. كمان أستاذ حسن، فكرة الاستهداف المباشر كانها رسالة ترويع للصحفيين أو إسكات صوت الحقيقة ونقل ما يحدث في قطاع غزة، هي رسالة أعتقد متعمدة من الجانب الإسرائيلي. وده بيخليني أسأل حضرتك، لأنه الصحفي بيقوم بدور مهم جدا تحديدا في أوقات الحروب، دور حضراتكم الأسرة الصحفية في مصر وفي العالم العربي، إزاي ندعم إخواتنا وزملائنا في هذه المهنة داخل فلسطين اللي بيوثقوا بالكاميرا وبالكلمة ما يحدث على الأرض؟ دور الصحفي المصري والعربي أو كل صحفي يعني ينتمي لهذه المهنة، إزاي ندعم زملائنا في داخل قطاع غزة؟ في الحقيقة إحنا شغلتنا الكلمة ونقل ما يحدث والصورة ونقل الحقيقة ونقل الواقع، وربما الزملاء الصحفيين والإعلاميين في الأرض الفلسطينية يعني كانوا أكثر أمانة وأكثر موضوعية لما يحدث. رأينا زميلنا وائل الدحدوح يعني تستشهد كل أسرته بالليل وبالنهار، هو يبدأ ويستمر في عمله، ولكنه هو نفس الزميل الذي تم تهجيره بالأمس من شمال غزة إلى جنوب غزة. يعني الأمر تجاوز للأسف الشديد المهمة الرئيسية للصحفيين والإعلاميين، اللي المفروض يعني هذا الرأي العام العالمي أو هذه المؤسسات الدولية اللي بتحمي الإعلامي والصحفي، لكن هذا المشهد في الحقيقة يعني اللي بيمثل يعني مشهد ربما لم يجده التاريخ، وهذا الاختراق الصارخ لكل المعايير الإنسانية ولكل المعايير الأخلاقية
بما فيها الصحفي والإعلامي هو جزء من مشهد وليس مشهد بالكامل. الأمور واضحة وبرز أمام الجميع. هناك مؤامرة كبرى لم يعد لمثل هؤلاء يهمهم على الإطلاق أن ينكروا أن هناك صحافة وأن هناك إعلام وأن هناك نقل للحقيقة، لأن وجههم أصبح مكشوفا واضحا للجميع، ولم يعد يهم رأي عام ولا يعني في منظمات ولا مؤسسات دولية، بل هم في مواجهة مع القيم الإنسانية والأخلاقية، ولكن هذه عادتهم وهذه ممارستهم على الأرض. وأثبتت الحرب الجارية الآن، هذه الحرب الظالمة من ليس من كيان صهيوني واحد، ولكن من دول غربية ودول تقود العالم للأسف بهذه الكم الكبير من الأسلحة في مواجهة شعب أعزل. بعد هذا المشهد المأساوي الإنساني المأساوي ضد الشعب العربي في فلسطين، لا ننتظر منهم عدالة ولا ننتظر منهم حماية لصحفيين ولا إعلاميين، بل على العكس تماما هم يؤيدون هذه الوحشية على الأرض المحتلة في فلسطين، ولن يسامحهم. أستاذ حسين، أعذرني المقاطعة، لكن نظرا لضيق الوقت، الحقيقة نقابة الصحفيين المصريين هي بتهتم بشكل كبير جدا ليس فقط بعضها من الصحفيين المصريين، لكن أيضا كان هناك حفل تأبين للشهداء الصحفيين الفلسطينيين. هل هناك تواصل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين؟ هل هناك أصلا تواصل مع الصحفيين الفلسطينيين الموجودين في الميدان هناك؟ نقيب الصحفيين الفلسطينيين كان في نقابة الصحفيين الأسبوع الماضي، تحدث عن كل ما يجري على الأرض المحتلة هناك. نقابة الصحفيين في الحقيقة منذ بداية الأزمة حتى الآن لا تتوقف فعالياتها ولا لقاءاتها. كان سفير فلسطين في النقابة، نقيب الصحفيين الفلسطينيين في النقابة، وحفل تأبين، وهناك لجنة لتوثيق الانتهاكات الكبيرة التي تحدث على الأرض هناك وكشف هذه المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني على الأرض في فلسطين. واليوم توجد فعالية على مدار اليوم أيضا دعما للشعب الفلسطيني. نقابة الصحفيين تكشف هذا الوجه القبيح لما يفعله. كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، شكرا جزيلا لحضرتك. الثامنة صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا حمدين، تفضلي يا لميا. شكرا جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قمة الرياض تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه. وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن للمساعدة الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن دفع مساري إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية. وكانت الرياض قد أعلنت عن عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في الرياض اليوم، عوضا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتين كانتا من المقرر أن تعقد في التاريخ نفسه. وذكرت الخارجية السعودية أنه استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد التشاور مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فقد تقرر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي، وذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم خلال سلسلة غارات إسرائيلية على بيت لهيا شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف في وقت سابق بوابة مجمع الشفاء الطبي الذي يمثل أكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة، كما استهدف جيش الاحتلال بقصف آخر بعدد من الصواريخ منزلا خلف مستشفى القدس في منطقة تل الهوى.
هذا واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين غرب رفح جنوب قطاع غزة. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات منهكا تماما على حد تعبيره. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمام مجلس الأمن الدولي أن نصف المستشفيات والبالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة، مشيرا إلى وقوع أكثر من 250 هجوما على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر الماضي. طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل بوقف القصف الذي يستهدف المدنيين في غزة، وقال ماكرون إنه لا يوجد مبرر لقصف المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل آخر سوى التوصل إلى هدنة إنسانية ثم وقف لإطلاق النار الذي يسمح بحماية جميع المدنيين. صوتت 168 دولة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بأن القرار أعاد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، وحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو في اجتماع الدورة 42 للمؤتمر العام مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية تحت عنوان تأثير وعواقب الوضع الراهن في فلسطين بتصويت أغلبية الدول الأعضاء. وأكدت الوزارة أهمية اعتماد اليونسكو القرار الداعي إلى التوقف الفوري لاستهداف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية والتعليم، ووقوف الهجوم على المدارس والكليات والجامعات، وإدانة مواصلة قتل الصحفيين وتدمير المراكز الإعلامية ومواقع التراث والمتاحف والمراكز الثقافية في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والأعراف الإنسانية والدولية. حذرت الأمم المتحدة من أن العنف ضد المدنيين في السودان يوشك أن يصبح شرا مطلقا مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد العنف في إقليم دارفور. وقالت أبرز مسؤولة مساعدات من الأمم المتحدة في السودان إن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية وإلى الحماية، وإن أكثر من 6 ملايين نزحوا من منازلهم داخل السودان أو إلى دول مجاورة. مشاهدينا، انتهى موجز 8 ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. عيون الشارع العربي بتتجه اليوم نحو الرياض، حيث تنعقد القمة العربية الطارئة بهدف التوصل إلى موقف عربي موحد ضد التصعيد الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. ما هي الرسائل التي تحملها تلك القمة؟ ما الذي ينتظر منها؟ ما هي المخرجات اللي ممكن تخرج منها لحماية أهلنا في قطاع غزة؟ تفاصيل أكثر وقراءة عن قمة الرياض الطارئة والدور المصري والمحوري في القضية الفلسطينية، وكيف كانت قمة القاهرة للسلام البداية لضبط المسار. معنا الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. صباح الخير على حضرتك يا فندم. بعد التحية، يعني قمة القمة العربية بالرياض بالفعل يعني العيون كلها تتجه إليها الآن، وهناك أمال بأن يكون هناك مخرجات بالفعل تستطيع أن تحقق ما تتمناه الشعوب العربية من فكرة وقف التصعيد في قطاع غزة وإدخال المساعدات، وأيضا نتكلم عن الأهمية والتوقيت. رؤية حضرتك يا فندم. يعني بالتأكيد طبعا القمة مهمة، لأنه أي موقف عربي بيتم اتخاذه بشكل جماعي بيبقى مؤثر بشكل كبير، لأنه يمكن حتى في السابق كانوا ناس كتير يقولوا ما فائدة القمم العربية وغيره. لا، القمة العربية بتبقى مفيدة. صحيح. وجود مواقف عربية قوية
هذه الدول اللي موجودة فيها جزء كبير جدا حلفاء للولايات المتحدة، والولايات المتحدة لها مصالح في هذه المنطقة. فبالتأكيد لما يبقى في موقف واضح ده بيبقى خطوة مهمة في الطريق. أمر الأهم هنا بصراحة يعني هو القاهرة للسلام. أما الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا ليه في البداية، كان في ناس كتيرة بتتساءل هو ليه نعمله بسرعة. كان خطوة عاجلة جدا وساهم بدرجة كبيرة في نقل الصورة للأطراف الغربية اللي كانت ربما مش بس مش عارفة، لا كمان مش مدركة خطورة موقفها في الدعم المستمر لإسرائيل. فالحقيقة إنه وجود موقف عربي وحضور كثيف من رؤساء ورؤساء الوزراء والمسؤولين العرب في قمة الرياض سيكون مفيد في تحديد موقف وخطوط في مواجهة فعلا حرب إبادة وحرب يعني تصفية عرقية. فيمكن في المرات اللي فاتت كان دايما بيبقى فيه توقف عند لحظة معينة، الضرب بيتوقف عند لحظة معينة أو قبول لمبادرات وخطوط. مرة دي يبدو الأمر خارج حتى سيطرة الاحتلال بالرغم من أنه ما حققش أي نتائج يفترض أنه يتوقف ويلتزم بالقوانين الدولية والأعراف الدولية. هو لم يتوقف ولم يلتزم، وبالتالي فوجود أي تحرك عربي دايما، لو احنا فاكرين حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى السنوات العشرة السابقة كان دائما يدعو إلى وجود موقف عربية قوية وإنه الشراكة والتعاون والدفع. أي الدول العربية بتجتمع على موقف واحد كل دولة بتستفيد بشكل فردي، ومع ذلك بيكون الموقف العربي قوي قادر على التأثير. غير صحيح إنه العرب معهمش أوراق، العرب معهم أوراق يستطيعوا حتى في حالة توحدهم يكونوا قادرين على فعل ده، وده كان واضح جدا في قمة القاهرة للسلام بشكل كبير يعني. طب السؤال أستاذ أكرم دلوقتي يعني بعين الصحفي والمتابع، ما المتوقع من هذه القمة؟ ما هي المخرجات التي يمكن أن تخرج منها لوقف إطلاق النار وآليات الضغط العربي؟ يعني الأوراق التي تمتلكها الدول العربية للضغط ووقف هذه الحرب. الأوراق أولا يعني فيها علاقات تجارية وعلاقات اقتصادية وفي مصالح للولايات المتحدة، وخلينا نتفق أن الولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي وقائد داعمين للاحتلال، لأنه منذ اللحظة الأولى في مليارات بتدفع، في فلوس بتأثير. هذه الأموال يعني اللي أنا بشوفه أنه هو في مصروف يومي بيدفع بتاخده إسرائيل. إسرائيل اقتصادها تقريبا مشلول تماما، احنا عارفين انه هذه الحرب استدعاء الاحتياطي بنسبه 18-20%. احنا بنتكلم على الجامعات تقريبا واقفه 70,000 تم استدعائهم من الجامعات بين طلبه وبين اساتذه وبين كوادر. الجامعات واقفه، المصانع، الجنوب غير، وبالتالي هي بتاخد مصروف مباشر. فيفترض انه الولايات المتحده يكون لها تاثير، وفي ضغوط النهارده على الولايات المتحده هناك، حتى في الولايات المتحده انقسام داخل الحزب الديمقراطي بسبب هذا الامر. فرهان بايدن على الانتخابات ربما اختل وتراجع. الامر الاخر انه بالتاكيد اي رئيس امريكا واي اداره امريكيه لها مصالح في المنطقه ومصالح ممتده، سواء مصالح امنيه او مصالح تجاريه واقتصاديه، يعني بيحصلوا على فلوس في صفقات وفي بترول وغيره. مش بنقول استخدام بس البترول اللي هو استخدم في 73 وكان ناجح جدا، لا كمان العلاقات الاستراتيجيه مع هذه العلاقات المفترض انها ما تكونش ببلاش. يمكن كمان ده كان واضح قوي الحقيقه، عاوز برضو اروح لنقطه المصالح دي، انه بالرغم من في علاقه استراتيجيه بين مصر والولايات المتحده، الا انه الدوله المصريه بتفرق تماما بين المواقف المبدئيه فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه او رفض التوطين او رفض التهجير او غيره، وبين العلاقات. يعني دايما في علاقات، لكن هذه العلاقات تسمح بمستويات من الخلاف. فدايما مصر، انا بذكر بانه على مدى السنوات اللي فاتت، مش بقول انه كان الرئيس بيدعو لقوات عربيه، لا كان بيدعو لمواقف عربيه لانه شايف انه العالم بيتجه الى انشغالات خاصه اكثر. يعني حرب اوكرانيا واخده جزء، المنافسات الاقتصاديه والسياسيه، القوى الكبرى، اعاده تشكيل النفوذ في العالم برضه مهمه. فاعتقد الدول العربيه كمان، الدول العربيه لديها اوراق لتواصلات مع الاطراف النفوذ القويه زي الصين وزي روسيا وزي غيره، يستطيعوا ان هم في عالم بيتشكل بشكل مختلف. صحيح امريكا قوه فيه وليست القوه الوحيده،
وده اعتقد تأكيد. مصر طرحاه، وقمه القاهره للسلام الحقيقه لعبت دور مهم في التمهيد لده، وامكانيه اتخاذ مواقف ده شيء مش صعب، بالعكس يمكن بعض الناس يروا انه اذا القاهره او الرياض او غيره كل دي المواقف، ومصر لم تتخلف ابدا ولم تتاخر عن اي قمه عربيه او فعاليه عربيه يكون لها دخل في دعم القرارات العربيه في هذه المواجهه، لانه هذه حرب صعبه جدا وطالت ولم تحقق اهداف سوى قتل المدنيين. فاعتقد انه المأزق لنتنياهو والبايدن والغيره ممكن يكون القمة العربية والمقر العربية لها تأثير كبير. وحتى يعني لطالما كان يؤكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية وحدة الصف العربي وأيضا أهمية التكتل العربي. أستاذ أكرم، قبل ما أروح مع حضرتك للسؤال الثاني، إحنا بنشاهد مع حضراتكم مشاهدينا الآن هذه المشاهد مباشرة من قطاع غزة وهذا القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة، يعني دخلنا في اليوم 35 وهذا القصف المتواصل منذ أكثر من شهر على قطاع غزة كما نشاهد مع حضراتكم الآن. أستاذ أكرم، يعني حضرتك تحدثت عن أهمية الضغط العربي وأيضا أوراق الضغط اللي بيمتلكها أو تمتلكها الدول العربية. السؤال يا فندم، هل نتوقع بالفعل مناقشة آليات الضغط العربي على صناع القرار لوقف الحرب؟ لأنه أعتقد بات جليا أنه يجب وقف، على الأقل وقف إطلاق النار حتى تستطيع مش بس إنفاذ أو نفاذ المساعدات، لكن أيضا حتى تصل لأهالينا في قطاع غزة. يعني قصف متواصل، ضحايا وشهداء بالألاف، فحتى فكرة أنه إيصال المساعدات يعني باتت برضو إلى حد ما يعني شكلها مش عايزة أقول غير مجدية إلى حد أو صعبة، خلينا نقول صعبة، ولكن بالفعل يجب وقف إطلاق النار. فالسؤال هنا يا فندم، هل بالفعل ستتجه الدول العربية اليوم لمناقشة آليات أو استخدام أوراق الضغط؟ شوفي، هو طول الوقت يعني يمكن بنرجع للقمم العربية، وكنت بقول أنه كثير من المجتمع العربي كان يرى أن القمم غير مفيدة وأنها تستند فقط إلى الشجب والإدانة وغيره، لكن أنا بعتقد أنه مجرد تجمع المواقف العربي ده في حد ذاته بيبقى نوع من القوة، لكن هم يدرسوا آليات العمل. يمكن يجب أن ننطلق من، يمكن بنرجع دايما للموقف المصري، بننطلق من عدة أشياء. أولا في الجزء العاجل إدخال المساعدات، ومصر حرصت على الدفع فيه بشكل كبير، وأعتقد بذلت مجهود كبير قد لا يراه البعض، انه مجهود مش بس المعلن في المطالبه، لا في اتصالات، وفي مصر لها اتصالات مع كافه الاطراف. ففكره ومصر لم تغلق المعبر واستقبلت زي ما شفنا الجرحى وذوي الجنسيات وحطت شروط وكده، والمعبر مفتوح من الجهه المصريه، وكانت المشكله في ان الاحتلال بيقصف الجزء الفلسطيني. دي نقطه، ده الجزء العاجل. الجزء الاهم هو الى اي مدى يستطيع تستطيع المنطقه من خلال قرارات للقمة العربية أو من خلال اتصالات الدول في دول عربية مختلفة لها علاقات مع إما مع الولايات المتحدة أو مع الأطراف الأوروبية أو مع غيره، يعني ده كلام واضح، في مشروعات وفي مصالح وفي غيره الأمريكان والأطراف المختلفة. هذه المصالح يجب أن تكون جزء من هذا الأمر. لن يخسر العرب كثيرا إذا استخدموا أوراقهم بشكل فعل وبشكل المعارك السياسية والدبلوماسية والأمنية وغيره بتدور، وفي اتصالات وفي مصالح مختلفة حتى مع جوانب الاحتلال وغيره، حتى المناطق الإقليمية، وده شيء أصبح معلن وهوش مخفي، وبالتالي فتوظيف الأوراق ده شيء مهم. وأنا ضربت مثل بأنه مصر أكثر دولة لها علاقات، عملت سلام مع إسرائيل وكان في حرب قبل كده، ثم لها علاقات مع الولايات المتحدة، ومع ذلك طول الوقت في اختلاف وجهات النظر تمسكا من مصر بموقفها المبدئي تجاه القضايا الفلسطينية أو في قضايا أمنية وفي قضايا مختلفة. قضية التوطين أعتقد إن صحيح، أو التهجير، كانت مصر حاسمة جدا في خطوطها الحمراء، لأن مصر وأعتقد يا أستاذ أكرم أنه قضية رفض التهجير القسري للفلسطينيين هيكون بند رئيسي في أجندة بالضبط القمة اليوم بالضبط، لأنه في إجماع عربي ومواقف دولية كثيرة بتؤكد على الموقف المصري الرافض من اليوم الأول لسياسة التهجير والتوطين وترحيل الفلسطينيين. بالضبط، وده دي نقطة في غاية الأهمية الحقيقة، وجود موقف عربي مهم. مش صحيح إنه دايما في استهانة أو تقليل من قيمة القمة العربية، وكمان
هذهب للنقطة المهمة إنه دايماً مصر بتذهب إليها. الجزء العاجل مهم، وقف إدخال المساعدات ثم وقف إطلاق النار جزئياً أو استمراراً وقبول مبادرات الوقف النهائي لإطلاق النار، ثم ماذا بعد؟ يعني يجب أن يكون هناك رؤية عربية لماذا بعد حتى لا يتكرر هذا الأمر. مصر تروح للقضية الرئيسية اللي هو يجب أن يكون في موقف عربي، تماسك موقف عربي بالدولة الفلسطينية. بالمناسبة السلام سيكون مرحلة أكثر صعوبة من المعارض. هنا فكرة التأكيد على حل الدولتين أستاذ أكرم، لأنه دايما في أغلب القمم العربية طرحت مبادرة السلام العربية ولم تتجاوب إسرائيل معها في 2002 في 2002 وكانت مبادرة مهمة. والحقيقة أنه يمكن البعض استعجل في أنه يقدم الوعود بدلا من الشروط، يعني بمعنى أنه المبادرة العربية للسلام أطلقها الملك عبد الله في 2002 في بيروت كانت مهمة لأنها كانت بتبادل السلام بالسلام، يعني الأرض بالسلام بالتطبيع بغيره، يبقى فيها علاقات ممتدة وعلاقات دائمة. يمكن البعض استعجل ده، لكن كمان خلينا نقول إنه إسرائيل كانت في وقت من الأوقات بتقول إيه السلام مقابل السلام، لا ما فيش حاجة اسمها السلام مقابل السلام. أعتقد إن التجربة الآن أثبتت إنه لن تحظى إسرائيل بأي درجة من السلم أو الاستقرار أو غيره ما لم يحصل الفلسطينيون على أرضهم. المهجرين والناس اللي بيجيبوهم والتشكيلات اللي بيجيبوها من بره ترت تتوقف، وده كلام نظريات إسرائيل بعدم وجود حدود ومن النهر إلى البحر، ده كلام أثبتت التجربة فشل وتهافته. إسرائيل مش قادرة تعيش في وسط الفلسطينيين اللي هي واخدة أراضيهم، وبالتالي فالضغط في التبادل في هذا صحيح ده ظاهر انه المتطرفين في اسرائيل السائدين دلوقتي، لكن في تيار في اسرائيل موجود دلوقتي ويمكن قراءته في الصحافه وفي الاعلام وخبراء بينقلوه بيرى انه هذا الحل حل الدولتين ضروري حتى يمكن الامان، لانه احنا بتتكرر هذه الامور مهما كان العدوان ومهما كان الاباده ومهما كان غيره، ما تزال الصواريخ بتسقط على إسرائيل حتى لو كان تأثيرها قليل بتزيد. واللي حصل في 7 أكتوبر ده تغير نوعي كبير جدا يجب أن يضع إسرائيل في الواجهة. فبالتالي عودة للقمة يعني العربية أنه العرب لديهم أوراق ولديهم قدرات في حال تعاملوا بجدية وبوحدة وبشراكة وبتعاون ودون تنافس. وكمان الحقيقة الانتباه لنقطة مهمة أنه اللي بيحصل دلوقتي أحيانا في محاولات كده في المنطقة أو اللجان الإلكترونية والمنصات المعادية وغير يحاولوا يوقعوا بين الدول العربية، فيش تنافس بين الدول العربية، الدول العربية مصالحها واحدة إنها تتعاون مع بعض وتواجه، لأن هذا الأمر ينعكس بالسلب على الجميع. هذه الحرب تأثيراتها الاقتصادية وتأثيراتها السياسية تأثيراتها حتى الاجتماعية في المجتمعات تحدث خلخلات. العالم كله النهاردة بقى متفاهم هذا الأمر وفي تغيير حقيقي في أوروبا، فبالتالي من المهم انه يبقى فيه قمم العربيه، وده موقف مصر دائما الحقيقه لازم موقف عربي ويبقى فيه قدره على التنسيق، ومصر دعت على مدى السنوات لهذا الامر. ودي نقطه في اوراق يمتلكوا اوراق في حال التوحد يمكن اصدار اكثر مما البيانات واتخاذ مواقف والاشارات بتهديدات وغيره. في اتصالات دائما خلف الاسوار او خلف الجدران بتكون فاعله اكثر، واحنا دايما بنقول ان اللي بيظهر ده قمه جبل الجليد والباقي تفاصيل. يعني اذا بنتكلم على الدوله المصريه في جهود جباره بتبذل من كافه المؤسسات دبلوماسيا وسياسيا وامنيا وغيره، ما بتظهرش غير ان نتائجها بتتحقق في مبادرات بتطرح في اتصالات في تبادل محتجزين في غيره، كلها بتقود في النهايه الى اتخاذ موقف. لكن وجود موقف عربي بيمثل ظهر للقضيه الفلسطينيه وتحرك دول كبيره زي مصر او غيره في وجود موقف هو حائط، يعني هو حائط صد، وهو كمان خلينا نقول ذراع حمايه لكل الدول العربيه، زي ما حضرتك تحددت هذه الحرب على قطاع غزه بالفعل ليها تداعيات اقتصاديه وسياسيه ايضا اجتماعيه، ايضا هي رساله انه يجب ان يتحد الصف العربي. على اي حال يا استاذ اكرم، ايضا تصريحات وزير التراث الاسرائيلي بانه يمكن او انه حل موجود استخدام اسلحه نوويه او قنابل نوويه في قطاع غزه هو وارد او متاح، وده اللي تم تحليله على انه بالفعل اسرائيل تمتلك اسلحه نوويه. سؤال حضرتك يا فندم هو هل هيتم مناقشه هذه النقطه تحديدا او هذا الملف
في هذه القمة، أو كيف ستنعكس هذه النقطة على قرارات هذه الجلسة اليوم أو هذه القمة اليوم؟ لا، مهم جدا، لأنه خطر حقيقي. هو مش فكرة امتلاك إسرائيل، هو إسرائيل بالتأكيد بتمتلك أسلحة نووية. وهذا التصريح الحقيقة بيجدد أهمية أن العرب يتخذوا أو الدول العربية تتخذ مواقف من نزع الأسلحة النووية. يعني الدول العربية كلها أو مصر ودول كثيرة وقعت على اتفاقية نزع الأسلحة النووية، صحيح، إسرائيل لم توقع على هذا الأمر. وهذا التهديد الحقيقة، هذا الوزير، الوزير التراث ده بينتمي أصلا لعيلة أبوه حخام، ومن الذين يحرضون على من الأقليات الدينية شديدة التطرف، عاملة زي الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عندنا المتطرفة بنفس التفاصيل. فطبعا التهديد بالسلاح النووي حصل قبل كده في 73، كان في أوراق إنه موشي ديان أصيب بلوثة بعد الهزيمة، فكان بيتحدث على استخدام أسلحة. قد وقتها ربما لم تكن إسرائيل لديها أسلحة بنفس القوة، والولايات المتحدة هي الداعم لها، لكن استخدام هذا اللفظ يجب أن يكون له مردود جاد لدى الدول العربية، لأنه هو مش تهديد لنسبة، هو تهديد أيضا لإسرائيل، لأنه هو في غباء في استخدام أسلحة نووية أو أسلحة محرمة دوليا، صحيح، في مناطق مكتظة بالسكان أو مناطق متجاورة، وده حصل في حروب كثيرة، يعني إيران والعراق وغيره. لكن الأسلحة النووية والتهديد بها يجب أن يؤخذ بجدية المنطقة العربية، أن هذه العقليات المتطرفة شديدة التطرف اللي موجودة في الكيان الإسرائيلي يمكن أن تهدد أمن وسلم المنطقة كلها، بما فيها إسرائيل بالمناسبة، لأنه إسرائيل ليست بعيدة عن هذا الخطر. فنزع الأسلحة النووية يجب أن يكون أحد البنود المهمة في هذه القمة. جميل. الأمر الثاني كمان والمهم في هذا الأمر، أنه الخطر لا يقف فقط عند الفلسطينيين، ولكنه خطر يهدد، قد يكون هناك آليات جديدة حديثة لدى الدول العربية بديلا عن، يعني احنا مش بنقول ايه، لان بعض الناس حين يطالبوا فيقول ايه الحرب، الحرب قد تكون فرض في بعض الأحيان، لكنها بتكون في النهاية أضعف الحلقات، لأن إسرائيل لم تحقق شيئا بهذا العدوان على مدى أكثر من 35 يوم غير قتل المدنيين. وبالتالي يعني كل أهداف إسرائيل حتى المعلنة أستاذ أكرم من اليوم الأول لم تحقق حتى الآن على أرض الواقع. عودة مرة أخرى إلى قمة الرياض اللي هتنعقد اليوم، هل ضمن جدول أعمال القمة هيكون في بند خاص فيما يتعلق بالجانب الإنساني أو ما يعرف بإعادة إعمار غزة من جديد من قبل الدول العربية؟ هذا الجانب مهم للغاية، لأنه إحنا حجم الكوارث الإنسانية والاقتصادية اللي تكبدها القطاع خلال شهر مرعب بشكل كبير. في بند هيكون مدرج ضمن أعمال القمة ونقاشات الزعماء فيما يتعلق بإعادة الإعمار؟ بالتأكيد، يعني يمكن احنا فاكرين المرة اللي فاتت، طبعا الكلام اللي بتقوله ده سؤال مهم جدا، لانه عادة الاعمار النهاردة احنا في مثلا مصر كانت المرة اللي فاتت 500 مليون دولار في الحرب 21 طاقم في 2021، النهاردة بنتكلم برضو في هذا النفس هذا المنطق. اظن الكويت اعلنت، بعض الدول العربية بتعلن، يعني فكرة الاعمار دي فكرة مهمة ستكون مطروحة، لكن الاهم من ده هو عدم تكرار هذا الأمر، صحيح، أصبحت دائرة عبثية الحقيقة، صحيح. وده بالمناسبة، يعني حينما نخاطب الاحتلال ونفرض عليه مواقف عربية قوية في مواجهة العدوان، وكمان مهم قوي الولايات المتحدة كجزء داعم، لأن هي ولي أمر إسرائيل، يعني خلينا نتكلم بوضوح، لأنه أنا قلت قبل كده أن إسرائيل دي أو في خبراء عارفين أنه حملت طائرات أمريكية تاخد مصروف وبتاخد كده، فمن المهم ان يكون الضغط عليها واضح. اظن الولايات المتحده، يمكن بايدن ادارته ضعيفه جدا في هذا الامر، فشلت في انها بالعكس ساهمت في اشعال حرب في اوكرانيا، ثم صحيح. لم توقف هذا الحرب ولم تستخدم اوراق. يمكن كارتر اللي هو كان راعي في الوقت الديمقراطي ايضا في وقت اتفاقيات السلام، هو نفسه بينتقد هذه الاداره اللي هي يعني احنا بنشكرك في افغانستان وفي صحيح. فبالتالي الضغط على الولايات المتحده مهم لانجاز هذا الامر باستخدام اوراق ومصالح، وعدم تكرار هذا الامر مع كل الاطراف، صحيح. وده هو الهدف الرئيسي، انه السيناريو الكارثي ده ما نشوفوش يتكرر مره اخرى خلال الفتره المقبله ويتوقف فورا الان. بشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءه الوافيه، زي ما عودتنا دايما الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع، صباح الخير على حضرتك.
مرة أخرى مشاهدينا نتابع مع حضراتكم هذه المشاهد الحية من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأيضا تابعنا مع حضراتكم منذ أمس القصف متواصل حتى على باحات المستشفيات، حتى أن مستشفى القدس أعلن أنه سيتوقف خلال ساعات جراء نفاد الوقود، وأيضا حتى القصف على المستشفى الإندونيسي والرنتيسي. كل هذه المشاهد نتابعها مع حضراتكم قبيل القمة العربية في العاصمة السعودية الرياض. زي ما انت قلت جمانة، وكما نتابع الآن على الهواء مباشرة، لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة استهداف للمدنيين في كل أرجاء القطاع. شدينا فاصل سريع ونعود لحضراتكم على طول. مع بدء العدوان الغاشم والتصعيد على قطاع غزة، هي كان في مخاوف دولية وعالمية من توسيع رقعة الصراع، وكانت الدولة المصرية تحدثت وأشارت إلى هذا التحذير تحديدا وانتقاله إلى دول أخرى في الإقليم والمنطقة كلها، مما سيكون له بكل تأكيد تداعيات صعبة جدا. صحيح جمالة، المخاطر بتتصاعد يوم بعد يوم. هل هيكون في توسيع لدائرة الصراع؟ الجبهة الجنوبية في إسرائيل مشتعلة بالطبع مع قطاع غزة وحرب مستمرة. ماذا عن الجبهة الشمالية مع لبنان؟ هل هناك أطراف إقليمية ممكن أن يكون لها دور زي إيران أو غيرها من الدول؟ تعالوا نعرف تفاصيل أكتر مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر، الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بيك أستاذ صلاح. أهلا بيك وأهلا وسهلا. من اليوم الأول من الحرب والولايات المتحدة الأمريكية، أطراف كثيرة جدا في المجتمع الدولي، مخاوف وقلق متزايد أنه رقعة الصراع لا تنحصر فقط على غزة والحرب عليها وتمتد للإقليم بشكل واسع. إلى أي مدى هذه المخاطر ممكن أن تتحقق على أرض الواقع في مقبل الأيام؟ هو شوف حضرتك، قبل ما نتكلم عن توسيع رقعة الصراع في المنطقة، يعني هناك خلفيات يعني نلقي الضوء عليها أو نضيء عليها حتى يعني نصل إلى ما النقطة التي تتحدث عنها حضرتك. في بداية عملية 7 أكتوبر طبعا العملية بدأت زي ما شفنا كلنا وزي ما العالم كله شاف، العملية كانت مفاجأة، تم تعطيل نظام الرادار ونظام الإنذار المبكر واجتياز السياج الحدود الفاصل بين غزة وإسرائيل على النحو اللي شفناه كلنا. طبعا العملية عملية نوعية مختلفة تماما، يعني مناطق الصراع العربي الإسرائيلي على مدى تاريخ هذا الصراع من سنة 48 لغاية النهاردة مختلفة تماما عن هذه العملية. لأول مرة في هذه الصراعات بين إسرائيل والعرب أو الفلسطينيين تحديدا يتخذ الصراع هذا المنح. طبعا العملية كانت نوعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، استخدمت فيها أسلحة حتى الآن حدث صدمة داخل المجتمع الإسرائيلي، داخل الحكومة الإسرائيلية، داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية. حتى الآن كيف وصلت هذه الأسلحة؟ كيف تم التدريب عليها؟ كيف استخدمت؟ كيفية تنفيذ هذه العملية على هذا النحو من الدقة والتدريب والكفاءة العالية؟ فطبعا العملية بأبعادها ادت اتجاهات أخرى، بدليل أنه العالم كله انتبه أنه في قضية فلسطينية. النهاردة التحذير من توسيع جبهة الصراع لتمتد إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل أو دخلت أطراف تانية زي الحوثيين في اليمن اللي صحيح. أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على بعد 2000 كيلو، يعني 2000 كيلو طائرات مسيرة بتوصل لداخل إسرائيل، ده طبعا عملية نوعية أخرى. المواجهات اللي بتتم بين حزب الله وإسرائيل في جبهة الشمال دي برضو عملية نوعية، لأنه انتقاء الأهداف والتركيز عليها بعد حرب 2006، حرب 2006 كان المواجهات مواجهات تكتيكية ومختلفة تماما. الصواريخ اللي كان بيمتلكها حزب الله في عام 2006 مختلفة تماما عن منظومة الصواريخ التي يمتلكها الآن. منذ أيام أعلن حزب الله عن امتلاكه لصواريخ مضادة للآليات البحرية أو القطع البحرية. طبعا دي رسالة كانت موجهة للإدارة الأمريكية تحديدا اللي هددت بقصف
مناطق حزب الله والدخول في المعركة. فطبعا هناك تداخل إقليمي وتداخل دولي في هذا الصراع الآن واضح تماما، الرسائل كانت واضحة، توافد الزعماء والرؤساء من أوروبا ومن أمريكا على هذا النحو، توجه القطع الحربية الأمريكية، هناك يعني أطراف أخرى دخلت في هذه المواجهات، لم تعد المواجهة مقصورة فقط بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن من الممكن أن تتخذ أبعادا أخرى، وهو ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي صحيح. في اليوم الأول لهذه المواجهات، وحذر من أن تتجه هذه المواجهة إلى صراع قد لا يحمد عقباه أو تمتد أثاره إلى دول المنطقة. طيب يعني الحقيقه فندم زي ما حضرتك تحدثت سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني دق ناقوس الخطر منذ اليوم الاول عن فكره توسعه رقعه الصراع وان تتحول الى يعني حرب اقليميه، ولكن لو هنتكلم على الدول الغربيه كانت تحذيراتها موجهه لجبهات بعينها. وحتى الان حتى هذه الجبهات خرجت وتحدثت انه لا نيه للدخول في الصراع، ولكن على الجانب الاخر والصوره الاخرى انه التصرفات او ما تقوم به او ما يقوم به الكيان الاسرائيلي غير مفهوم برضو، عليه علامات استفهام. شوف حضرتك، هو زي ما حضرتك قلتي انه الجبهات كلها ليس في مصلحتها ان يتوسع الصراع بما فيها اسرائيل، واول الخاسرين في هذا الصراع هو اسرائيل، لانه بطبيعه الحال اذا توسعت رقعه الصراع يعني كل الأطراف ستكون خاسرة، لكن كلهم بمقدار، كلهم بنسبة معينة. بمعنى أنه دلوقتي الجبهات، جبهة سوريا، جبهة جنوب لبنان، التحذيرات المتبادلة بين نتنياهو ووزير الدفاع وحسن نصر الله، النهاردة في خطاب لحسن نصر الله، الخطاب الثاني بعد هذه الأزمة، النهاردة نصر الله من الممكن أن يحدد اختيارات أخرى مختلفة عن الخطاب الأول. الخطاب الأول كان هناك نوع من توجيه الرسائل المبطنة وتوجيه الرسائل أنه حزب الله لديه ويمتلك ومن الممكن أن يقدم على كذا. النهاردة توسيع دائرة الصراع، دخول إيران على الخط، دخول أطراف أخرى، دخول جبهات أخرى على خط المواجهة، أعتقد أنه النهاردة داخلين في الشهر الثاني، إسرائيل بما لديها من معدات عسكرية، بما لديها من إمكانات عسكرية هائلة لا تقاس بطبيعة الحال بما يمتلكه المقاومون في غزة، لأن المقاومين مهما امتلكوا، هم بيمتلكوا مجموعة من الأسلحة أو الصواريخ أو الصواريخ المضادة للدروع، هي مجموعة محدودة في النهاية. لكن إسرائيل دولة تمتلك من العتاد العسكري، وعلى مدى تاريخها من سنة 48 لغاية النهاردة خاضت مجموعة كبيرة من الحروب، تمرست خلالها على مثل هذه الحروب. في حرب 2006 كانت هناك مواجهات شبيهة بالمواجهات التي تحدث اليوم بين إسرائيل وحزب الله، لكن النهاردة المواجهة قد تأخذ أبعادا أخرى. هو ده يعني دي الخطورة اللي احنا بنتكلم عنها. طب كيف تقرأ الحسابات الإيرانية؟ لأنه دائما في كل الحروب ضد غزة بنجد تصريحات نارية جدا من إيران، وليس خفيا على أحد أنه احنا بنتكلم سواء حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن أو حتى الحشد الشعبي في العراق وسوريا، هي كلها أذرع بتمولها إيران يعني بشكل مباشر. حسابات إيران في هذه اللحظة من الحرب كيف تقرأها؟ لأنه تصريحات وزير الخارجية الإيراني يوم بعد يوم بتتحدث عن تصعيد، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي ولن نترك غزة، هل هي فقط تحصر في دائرة الكلام والتصريحات العاطفية، ولا ممكن إيران ليها حسابات أخرى؟ إيران هي الكاسب الوحيد من هذه المواجهات، لأنه لو حضرتك لو رجعنا شوية لما قبل عملية 7 أكتوبر، كانت هناك من حوالي 3-4 سنوات تهديدات مباشرة من إسرائيل والولايات المتحدة بقصف إيران، وأن هناك عملية ستستهدف المفاعل النووي الإيراني الذي قارب على الانتهاء، وأنه الولايات المتحدة وإسرائيل لن يسمح لإيران بأنه تمتلك القنبلة النووية. فإيران هي الكاسب الوحيد مما يحدث الآن، لأنه إيران زي ما حضرتك قلت لديها أزرع، لديها مجموعة من يعني الأزرع التي تجيد توجيهها وتجيد استخدامها في مثل هذه الأزمات. يعني دبلوماسية النسيج التي يعني تجيد إيران توظيفها، أعتقد أنه الآن العالم انصرف تماما عن المفاعل النووي الإيراني، أصبح الحديث عن المواجهات التي تجري بين إسرائيل وقطاع غزة. النهاردة يعني لو حضرتك في أزمة 2006 مثلا، أزمة 2006 كان هناك هدف
تكتيكي إيراني من وراء الأزمة ضمن الخطط التي كانت يعني من ضمن الأهداف مثلا اللي كانت إيران تستهدف معرفة القنبلة التي تزن طن والتي تخترق الأعماق. ده أحد أهداف، لأنه حزب الله يمتلك مجموعة من الأنفاق في جنوب لبنان، فالمفاعل النووي الإيراني على بعد معين كانت إيران تريد أن تكتشف الأدوات التي تمتلكها الولايات المتحدة وهل يمكنها الوصول إلى هذا العمق أم لا. فدي أحد أهداف الحرب أو المواجهات التي حدثت في عام 2006. فإيران تجيد استخدام هذه الأدوات وتحاول، واللغة الخطابية ولغة وزير الخارجية ولغة وزير الدفاع أو قائد الحرس الثوري الإيراني أو فيلق القدس كلها تصب في اتجاه واحد، هو أنه إيران من الممكن أن يتوسع دائرة الصراع وأن تكون طرف. إيران من المعلوم أنها هي التي تسلح حزب الله وأنها هي التي تسلح الحوثي وهي التي تسلح الكثير من هذه الحركات المقاومة، لكن في ذات الوقت هناك سياسة واضحة إيرانية واتجاه الولايات المتحدة واتجاه إسرائيل واتجاه المنطقة، وهذه الألعاب الإقليمية والخطط الإقليمية أو التداخل الإقليمي في الأزمة هو بالفعل ما يؤثر على أزمات الإقليم. يعني هناك تأثيرات إقليمية وتأثيرات دولية، إيران أحد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة وهي أحد اللاعبين الرئيسيين في هذه الأزمة. حضرتك هل تعتقد أنه هناك خط أحمر، يعني في منطقة أو في نقطة يجب ألا نصل إليها حتى لا تتحول أو حتى لا يتحول هذا الصراع لصراع إقليمي؟ طبعا، وكل الأطراف عارفة ده بما فيهم إسرائيل. يعني لو حضرتك تتبعتي منذ اليوم الأول المواجهات اللي بتحدث بين حزب الله وإسرائيل تحديدا هي مواجهات ومناوشات لم ترقى إلى حد المواجهات المسلحة الحقيقية والتهديدات والتهديدات المتبادلة سواء من جانب نتنياهو أو من جانب وزير الدفاع وحسن نصر الله الخطاب الذي ألقاه وأعضاء حزب الله أو قيادات حزب الله زي نعيم قاسم أو هاشم صفي الدين، الخطابات المتبادلة بين قادة حزب الله وإسرائيل ستتلمسين أنه فعلا هناك خطوط حمراء وهناك حدود للمواجهة، كل طرف حريص على ألا يتجاوز هذه الحدود لأنه توسيع المواجهات ليس في صالح الطرفين. يعني نتنياهو هدد بعودة لبنان إذا ما أقدم حزب الله على خطأ أو أخطأ في الحسابات سيعيد لبنان إلى العصور الوسطى. نصر الله في المقابل هدده بأنه أيضا يمتلك منظومة من الصواريخ ستوجه إلى أهداف استراتيجية وستزيل إسرائيل تماما من الوجود. هناك يعني خطابات وخطابات مضادة، هناك يعني رسائل ورسائل مضادة، كل طرف يعلم ما في جعبة الطرف الآخر. إسرائيل تعلم ما لدى حزب الله الآن، حزب الله لديه منظومة صواريخ متطورة غير تلك التي استخدمها في عام 2006، هناك صواريخ دقيقة، هناك يعني قيادات حزب الله أعلنوا قبل هذه المواجهات منذ حوالي سنة ونص بعد التهديدات والتلويح بالتهديدات أعلن أنه لديه هو طبعا المعلن أو المعروف أنه حزب الله لديه حوالي 200 ألف صاروخ موجه ومنظومة أخرى دقيقة، يعني الصواريخ الدقيقة غير الصواريخ التي استخدمت في عام 2006. حزب الله أعلن أنه في اللحظة الأولى التي سيطلق فيها سيطلق 6000 صاروخ في 5 دقائق موجهين لأهداف استراتيجية داخل إسرائيل تستهدف المطارات، تستهدف البنى التحتية، تستهدف مفاعل ديمونة، تستهدف مجمعات الأمونيا في حيفا، تستهدف الكثير من المناطق الصناعية، أي أنه بما فيها الكنيست، بما فيها الحكومة، الدوائر الحكومية، أي أنه يريد أن يشل الحكومة الإسرائيلية في الضربة الأولى. في المقابل إسرائيل وجهت تحذيرات لحزب الله بأنه إذا أقدم على خطأ سيتم إعادة لبنان إلى العصر الحجري لأنه سيستهدف المطارات ويستهدف البنى التحتية ويستهدف الشوارع والطرق كما استهدفها في حرب 2006. فهناك لغة ولغة مضادة، هناك حرص من الجانبين على ألا تتجاوز الحدود وألا يتجاوز هذا الحد من الاشتباك، يعني حتى لا يصل إلى نقطة لا عودة يعني وتندلع الحرب. طيب على الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل غير مسبوق، وهو طبعا هي داعمة تاريخيا لإسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي بشكل قوي جدا والجيش الإسرائيلي، بنتكلم على معونات ب 14 مليار، توجيه صواريخ ذكية حتى مؤخرا من يومين إلى الجيش الإسرائيلي. بالأمس كان في حديث بعض الشيء أنه هناك حرج ما داخل الإدارة الأمريكية من هذا الحياز الشديد لإسرائيل،
هل يمكن الرهان على بعض الأصوات داخل المجتمع الأمريكي في تعديل ما لوجهة النظر الأمريكية؟ لأنه كان في خبر امبارح شفناه في الأخبار أنه الدبلوماسيين الأمريكيين أو السفارات الأمريكية في الدول العربية بعثت برقيات للبيت الأبيض بأن هناك حالة من الكراهية المتنامية ستستمر لأجيال في العالم العربي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أي إنسان عربي يرى أنه من يقف في هذه الحرب ليست إسرائيل، هي الولايات المتحدة. هذه الإشارة هل يلتقطها بايدن أو تلتقطها الإدارة الأمريكية أنه في موجات من التصعيد والكراهية ستخرج من هذا المكان في العالم؟ طبعا هو الموقف الإدارة الأمريكية في اليوم الأول كان موقف مستغرب، لأنه المفترض أنه الإدارة الأمريكية هي الراعي الرئيسي لعملية أوسلو واتفاقية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فباعتبار أنه الولايات المتحدة راعي رئيسي لهذه الاتفاقية فيجب أن يكون موقفها محايد في هذه الأزمة، خاصة وأنه الأزمة لا تستدعي أبدا أنه الولايات المتحدة تقف إلى جوار إسرائيل. إسرائيل لديها ما يكفي من الأسلحة ويزيد ويفيض، والمخازن الإسرائيلية تمتلك الكثير من الأنظمة بما فيها أنظمة حيتس وأنظمة يعني الدفاع المضاد وغيرها من الأنظمة التي يعني تجيد إسرائيل التعامل معها، فأعتقد والقبة الحديدية وغيرها. فالموقف الأمريكي للأسف الشديد هو موقف ثبت انحيازه إلى جانب إسرائيل بالمطلق، وموقف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزيارته لإسرائيل والإعلان المباشر عن الدعم ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل وتحريك القطع الحربية وحاملات الطائرات على هذا النحو، إلى جانب زيارة وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن ومشاركته حتى في مجلس الحرب الإسرائيلي، ودي مشاركة غريبة مستغربة، يعني لأول مرة في التاريخ وزير خارجية دولة أخرى يشارك دولة في مجلس حرب يعني، فده طبعا ادى اشارات واضحة، خاصة انه مع مشاهد القتل ومشاهد الدمار ومشاهد الترويع والمشاهد التي شاهدناها، واصبح العالم الان يشاهد ما يجري والفضائيات بتنقل على الهواء مباشرة، وضعت الولايات المتحدة الامريكية في موضع محرج او موضع حرب بالظبط. طيب انطلاقا من هذا السؤال يا فندم، واعذرني المقاطعة لان الوقت يعني قرب ينتهي، سؤال حضرتك يا فندم، هل ما يقوم به بنيامين نتنياهو، هناك تقارير خرجت بانه بالفعل لجن جنونه، هل ما يحدث في قطاع غزة لا يندرج تحت قائمة أو لا يندرج تحت الخطوط الحمراء؟ ده سؤال. سؤالي الآخر، من هي الدول التي تعد الأرقام الهامة في هذه المعادلة، إن كان في احتواء هذه الأزمة أو إن كان في دفعها نحو الصراع؟ طبعا هو الرقم الدولة الأهم في احتواء هذه المعادلة الولايات المتحدة الأمريكية، إذا طلبت من القيادة الإسرائيلية أن تتوقف ستتوقف، ده ما فيهوش جدال، لكن النهاردة نتنياهو تجاوز بالفعل الخطوط الحمراء في كل ما يقوم به وكل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، لأنه ما شاهدناه من مشاهد الدمار، أكثر من 11 ألف شهيد، أكثر من 30 ألف مصاب حتى الآن منهم إصابات حرجة قد لا يعودوا إلى الحياة مرة أخرى، إلى جانب أنه ما زالت هناك آلاف موجودة تحت الركام المباني التي يتم تدميرها على رؤوس ساكنيها، إلى جانب استهداف المستشفيات، استهداف سيارات الإسعاف، استهداف المساجد، استهداف الكنائس، استهداف الأماكن، حتى مدارس الأونروا تم استهدافها، هي المناطق التي كانت تعد آمنة في مثل هذه الأزمات، يلجأ المدنيين إلى مثل هذه الأماكن. بالمناسبة الأونروا امبارح صرحت المتحدث الرسمي أن حصيلة القتلى من الموظفين وصلت ل 100 موظف بالزبط. ودي سابقة لم تحدث في تاريخ العمل الإنساني بالزبط. يعني في 100 موظف من الأمم المتحدة يسقطوا في حرب واحدة. نعم، ودي للأسف الشديد يعني برضو جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها المسؤولين عن هذا الفعل، لأنه أولا في قوانين الحرب والقوانين الإنسانية التي وصلت إليها الدول المتحضرة ودول العالم بعد الأزمات والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التي يعني اكتسحت العالم كله، أصبح العالم الآن أمام اختبار حقيقي في ضرورة إعادة النظر في هذه القيم وهذه المعايير، وضرورة محاسبة من يخطئ حتى لا يتكرر هذا الفعل. يعني المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون أن يكون لها دور في هذه المسألة، ويجب بالفعل أن يحاكم هؤلاء على الجرائم التي ارتكبت والأسلحة المحظورة والأسلحة التي بالفعل استخدمت في هذه المواجهات. فأعتقد أن المجتمع الدولي مطالب أيضا أن يلعب دورا مهما لإيقاف هذه الجريمة. حضرتك حدثت عن الدولة الأهم في المعادلة، لكن هل هناك دول أخرى مهمة في هذه المعادلة؟ طبعا سريعا جدا. لا، الدول الأوروبية طبعا مهمة جدا، لأن علاقتها بإسرائيل علاقة مهمة، النهاردة دول الإقليم دول مهمة، طبعا الدول المهمة واللي أثرت، أنه لا يجب أبدا أن ننكر دورنا، دور مصر،
دور مصر كان رائد في تغيير وجهة النظر الغربية. صحيح. يعني يجب أن نتوقف عند ذلك، لأنه بالفعل الدور المصري كان مباشر ودور حقيقي في إيقاف نزيف، في عدم تصفية القضية الفلسطينية، عدم التهجير القسري، دخول إصرار مصر على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تغيير نظرة العالم ولغة العالم، يعني مصر هي التي نجحت فيه. بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا لحضرتك. شكرا شكرا ليك يا أستاذ صلاح. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء، موجز التاسعة صباحا مع لمياء حمدين. إليك لمياء. شكرا محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قمة الرياض تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه. وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن دفع مسار إحياء عمليات السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية. وكانت الرياض قد أعلنت عن عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في الرياض اليوم، عوضا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتين كانت من المقرر أن تعقد في التاريخ نفسه. وذكرت الخارجية السعودية أنه استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد التشاور مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فقد تقرر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي، وذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم خلال سلسلة غارات إسرائيلية على بيت لهيا شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف في وقت سابق بوابة مجمع الشفاء الطبي والذي يمثل أكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة. كما استهدف جيش الاحتلال بقصف آخر بعدد من الصواريخ منزلا خلف مستشفى القدس في منطقة تل الهوى. هذا واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين غرب رفح جنوب قطاع غزة. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات منهكا تماما على حد تعبيره. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمام مجلس الأمن الدولي أن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة، مشيرا إلى وقوع أكثر من 250 هجوما على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر الماضي. طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل بوقف القصف الذي يستهدف المدنيين في غزة. وقال ماكرون إنه لا يوجد مبرر لقصف المدنيين والأطفال والشيوخ والنساء، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل آخر سوى التوصل إلى هدنة إنسانية ثم وقف إطلاق النار الذي يسمح بحماية جميع المدنيين. صوتت 168 دولة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بأن القرار أعاد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، وحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو في اجتماع الدورة 42 للمؤتمر العام مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية تحت عنوان تأثير وعواقب الوضع الراهن في فلسطين بتصويت أغلبية الدول الأعضاء. وأكدت الوزارة أهمية اعتماد اليونسكو القرار الداعي إلى التوقف الفوري لاستهداف المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية والتعليم ووقوف الهجوم على المدارس والكليات والجامعات وإدانة مواصلة قتل الصحفيين وتدمير المراكز الإعلامية ومواقع التراث والمتاحف والمراكز الثقافية في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والأعراف الإنسانية والدولية. حذرت الأمم المتحدة من أن العنف ضد المدنيين في السودان يوشك أن يصبح شرا مطلقا مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد العنف في إقليم دارفور. وقالت أبرز مسؤولة مساعدات في الأمم المتحدة في السودان إن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية وإلى الحماية، وإن أكثر من 6 ملايين نزحوا من منازلهم داخل السودان أو إلى دول مجاورة. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. المتأمل للخطاب الإعلامي الغربي وتحديدا الأمريكي خلال الأيام الماضية سرعان ما يكتشف تغير ما في نبرة الخطاب، بيختلف عن الأيام الأولى من حرب إسرائيل ضد قطاع غزة. مع تصاعد عدد الشهداء وعدد القتلى من الأبرياء والمدنيين يوميا، الضغط الإنساني يبدو أنه له أثر كبير في لغة الخطاب الصحفي والإعلامي، وتناول ليس أقرب إلى الرواية الفلسطينية ولكن في تناول ما اختلف بشكل جمال. بكل تأكيد يا محمد، الذراع الإعلامي لأي نظام هو واحد من أهم الأذرع القادرة على تشكيل الوعي العالمي، وحتى تؤثر بشكل عام وتعتبر آلة من آليات الضغط. عشان كده كان مهم جدا ان احنا نبقي عين على ما يتحدث عنه او تتناوله الصحافة الغربية والأمريكية حتى الإسرائيلية في هذا الحرب تحديدا. ومن اللافت للنظر ان في هذا الحدث تحديدا وهذه الحرب على قطاع غزة، بالفعل الذراع الإعلامي المصري قدر ان هو ينقل ما يحدث وقدر ان هو يروي ما يحدث في قطاع غزة بدون مواربة وبمنتهى الحيادية وبمنتهى حتى فكرة نقل ما يحدث على أرض الواقع. عشان كده كان مهم جدا أن احنا من صباح الخير يا مصر نبقي عينا على ما تكتبه الصحافة الأمريكية عما يحدث في قطاع غزة. خلينا دلوقتي نلقي الضوء أكتر عن الصحافة الأمريكية مع الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار اللي بينضم لينا عبر تطبيق زوم. صباح الخير حضرتك يا فندم، وبعد التحية خلينا نعرف منك يعني بشكل عام التناول الإعلامي للصحف الأمريكية الأحداث في غزة لأي مدى تغير؟ أيهم أكثر تحيز للجانب الإسرائيلي وكيف ينعكس على التناول الإعلامي أيضا على الشارع الأمريكي؟ أولا صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. يعني بالتأكيد الصحافة الأمريكية هي صحافة لها انحيازاتها التاريخية المعروفة. قضية دعم إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة تتجاوز فكرة الاختلافات سواء الحزبية أو الاختلافات الأيديولوجية. مسألة دعم إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة وللدوائر السياسية فيها مسألة ثابتة وتتجاوز كل الأطر السياسية والحزبية، لدرجة أن بعض الناس بتشوف أن دعم إسرائيل في الولايات المتحدة هو مسألة لها علاقة بالعقيدة في السياسة الأمريكية. لكن بالفعل زي ما حضراتكم أشرتم في المقدمة، الخطاب الإعلامي الأمريكي وخاصة بعض الصحف المقربة من تيارات معينة سواء داخل الحزب الجمهوري أو حتى التقدميين في الحزب الديمقراطي، بدأنا نشهد بعض التغير. صحيح زي ما حضراتكم أشرتوا مش توازن كامل أو حياد في المعالجة، لأن الحقيقة الانحياز سافر للغاية منذ بداية هذه الأزمة للرواية الإسرائيلية، تبني كامل للمزاعم الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بأسباب
الحرب وتوصيفات ما يتعلق بهجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، أو فيما يتعلق حتى بمبررات الهجوم على قطاع غزة وإسقاط هذا القدر الكبير وهذا العدد الضخم من الشهداء. الحقيقة بدأنا نشهد مع تزايد الفاتورة الإنسانية، مع زيادة عدد الشهداء والضحايا خاصة من النساء ومن الأطفال، بدأنا نلحظ بعض التغيرات. بدأنا نشهد تحول لفكرة الضغط على إسرائيل لاحترام بعض مبادئ القانون الدولي الإنساني، ضرورة تحرك الولايات المتحدة وخاصة الرئيس بايدن لضمان معاملة أفضل للمدنيين، توفير آليات للحماية للمدنيين، وبالتالي بدأ يبقى في نبرة مختلفة، خاصة مع تزامن وجود تيارات داخل الحزب الديمقراطي نفسه بتنتقد أداء الرئيس بايدن والانحياز غير المحدود للرؤية الإسرائيلية وحضور عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين لمساعدة إسرائيل في عملية الانتقام الوحشي اللي بتقوم بها في قطاع غزة. الحقيقة أيضا هناك تيارات وهناك كتاب أمريكيين بيشيروا بشكل واضح إلى أنه هذا سيؤدي إلى أزمات مستقبلية كبيرة، وبدأ يظهر السؤال اللي ظهر بعد أحداث 11 سبتمبر، لماذا يكرهوننا؟ وده السؤال اللي بدأ يطرح بشكل كبير. دكتور أسامة عفوا المقاطعة، لكن خليني أروح مع حضرتك للواشنطن بوست اللي تناولت في عدة تقارير النهاردة أو الأيام اللي فاتت كمان ردود الفعل في الكونجرس الأمريكي على تعامل مؤسسة الرئاسة الأمريكية مع الأحداث والضغط المتزايد في الكونجرس للكشف علنا عن الأسلحة أو نطاق الأسلحة الأمريكية التي يتم نقلها إلى إسرائيل، وتأكيد الواشنطن بوست كمان أن العدد الهائل من القتلى المدنيين في غزة بيثير إدانة دولية ويثير قلق الديمقراطيين بشكل متزايد. شايف ده إزاي يا فندم داخل المعالجة الخاصة للواشنطن بوست وتأثيرها على صناع القرار في الولايات المتحدة؟ يعني طبعا صحيفة الواشنطن بوست واحدة من أهم الصحف الأمريكية وأكثرها تأثيرا في النخب السياسية الأمريكية، وليها بالطبع أيضا توجهاتها المعروفة في دوائر الكونغرس الأمريكي. لكن خليني أيضا أشير لحضرتك أنه بالفعل قرارات الرئيس بايدن كانت قرارات حتى غير مبررة لدى بعض النخب الأمريكية السياسية، منها على سبيل المثال أنه الطلب اللي قدمه الرئيس بايدن لتقديم دعم إضافي لإسرائيل تم وضعه في طلب واحد أو في وثيقة واحدة مع طلب الدعم الأوكرانية، وكأنه هنا بيقدم رسالة واضحة لنواب الكونغرس، إذا أردتم أن تستمروا في دعم أوكرانيا فعليكم أن تستمروا في دعم إسرائيل، ورفض الفصل ما بين المبدئين أو الفصل ما بين الطلبين، طلب الدعم الإضافي لإسرائيل بأكثر من 14 مليار دولار بالإضافة إلى مزيد من الدعم لفصل الشتاء والتسليح الجديد لأوكرانيا، وبالتالي هنا بدأت بعض النخب السياسية الأمريكية تنتقد هذه المواقف. النقطة الثانية أنه الدوائر السياسية الأمريكية ليست موحدة بشكل كبير، يعني هناك تباينات، صحيح هناك انحياز واضح للرواية الإسرائيلية ولدعم إسرائيل، ولكن هناك تباينات ما بين الأحزاب الجمهورية والديمقراطية، وده بينعكس بالمناسبة حتى في دعم المنظمات الداعمة لإسرائيل ومنظمات ما يسمى باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة على دعم الأحزاب، يعني أكثر من 60% من دعم هذه المنظمات بيذهب للحزب الديمقراطي، حوالي 20% إلى 25% من الدعم المالي بيذهب للجمهوريين، وبالتالي الديمقراطيين أكثر ارتباطاً وأكثر تأثراً باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وبالتالي بنشهد أنه بعض الجمهوريين ممكن يكونوا أكثر جرأة، إضافة إلى التيارات التقدمية أو ما يوصف بالتقدميين في الحزب الديمقراطي بيبدأوا ينتقدوا الأداء السياسي الأمريكي والانحياز غير المحدود من قبل البيت الأبيض لإسرائيل، وبالتالي بدأنا نشهد بالفعل حتى الصحف اللي ليها تأثير كبير في النخب السياسية الأمريكية بدأت بنفسها توجه انتقادات حتى لأداء البيت الأبيض. طيب انطلاقا من نفس النقطة يا فندم ولسه مستمرين مع واشنطن بوست، كمان من الأخبار المهمة اللي نشرتها صحيفة واشنطن بوست يا فندم أنه أكثر من 750 صحفي من عشرات وسائل إعلام وقعوا خطاب مفتوح يدين قتل إسرائيل للصحفيين في غزة، وينتقد التغطية الإعلامية الغربية للحرب، وأشارت أيضا واشنطن بوست لوجود لغة خطاب وصفتها بغير الإنسانية
وتم استخدامها لتبرير التطهير العرقي للفلسطينيين، وهذا المصطلح هو مهم جدا أن يكتب في واشنطن بوست. هل تعتقد أن ده هيكون ليه انعكاس وتأثير على التناول الإعلامي في المستقبل، حتى لجماعات الضغط ستعاود ممارسة ضغطها؟ يعني أولا يجب أن احنا ندرك أنه مسألة حساسية حريات الإعلام وسلامة الصحفيين في مناطق النزاع مسألة مهمة جدا بالنسبة للمؤسسات الأمريكية، خاصة المؤسسات العاملة في مجال الإعلام أو في العاملة في مجال حقوق الصحافة بشكل عام. وبالتالي سقوط هذا العدد الكبير من الصحفيين ما بين شهيد وما بين مصاب في قطاع غزة، فضلا عن محاولة إسرائيل وتعمدها التعمية الكاملة عما يجري في القطاع. يعني على سبيل المثال، إسرائيل دعت أكثر من 2000 مراسل تلفزيوني وصحفي أجنبي إلى أراضيها بعد 7 أكتوبر، بينما منعت كل الفرق التلفزيونات العالمية والقنوات الإعلامية والصحف الكبرى من دخول قطاع غزة. ده بالنسبة لهذه المؤسسات بيكشف قد إيه إسرائيل بتحاول التعمية والتعتيم على ما يجري في قطاع غزة، بالإضافة طبعا إلى سقوط هذا العدد الكبير. إحنا بنتكلم على عشرات الصحفيين ما بين شهيد وما بين مصاب، بالإضافة إلى استهداف متعمد للمناطق تواجد هؤلاء الإعلاميين. وبالتالي هذه مسألة تثير حساسية العديد من المؤسسات الأمريكية، وبالفعل هذه النقطة واحدة من الأمور التي يمكن البناء عليها لانتقاد إسرائيل وإدانة السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة. وأعتقد أن ده أيضا بيثير حفيظة كثير من وسائل الإعلام اللي الحقيقة قدمت شيك على بياض للرواية الإسرائيلية في البداية، وتبنت حتى الألفاظ التي استخدمها أساسا إسرائيليون مثل حيوانات بشرية، وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية وبأنهم يستحقوا القتل. حتى بعض وزراء إسرائيل طلبوا إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة. كل هذه الأمور للأسف الشديد الإعلام الأمريكي في فترة من الفترات تبناها دون مراجعة، بالإضافة لاستخدام مصطلحات زي تنظيم إرهابي أو مساواة فصائل المقاومة الفلسطينية بداعش، أو حتى تشبيه ما حدث في 7 أكتوبر بأحداث 11 سبتمبر. دي كلها أدوات استخدمها الإعلام الأمريكي الحقيقة لتجييش الرأي العام الأمريكي عاطفيا لصالح إسرائيل وضد الفلسطينيين. دكتور أسامة، الوساطة المصرية أو الدور اللي تقوم به الدولة المصرية كان محل اهتمام كمان لأكثر من صحيفة في الولايات المتحدة. شايف إزاي ما تم تناوله في هذه الصحف لأبعاد الدور المصري وإمكانية تعظيم هذا الدور لوصول لحل ما أو لوصول لتسوية ما في المنطقة؟ يعني الحقيقة الجزئية دي من أكثر المسائل التي تغيرت، أو أكثر الأمور التي يمكن أن نلاحظ تغيرا حقيقيا فيها. في البداية للأسف الشديد هذه الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية تبنت رأي غريب ويعتمد على أن مصر هي التي تغلق معبر رفح، وبدأوا ينساقوا وراء هذه الرواية على ويتجاهلوا أن إسرائيل هي التي كانت تقصف الجانب الفلسطيني من المعبر وتقصف البنية التحتية وتحول دون استخدام المعبر لإدخال المساعدات للأشقاء في فلسطين. الحقيقة أن الأداء الإعلامي والأداء السياسي المصري ساهم في تغيير العديد من أوجه هذه المعالجة. حضور العديد من المسؤولين الغربيين والمسؤولين الدوليين زي الأمين العام للأمم المتحدة أو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة لعدد من السفراء والمراسلين الأجانب اللي زاروا بصحبة رئيس الوزراء معبر رفح واطلعوا على الأرض عما يجري هناك من جهود مصرية لتسهيل دخول المساعدات، هي كل ده ساهم في تغيير المعالجة الإعلامية للدور المصري، إضافة إلى الاتصالات المكثفة اللي بتقوم بها مصر الحقيقة، والأدوار والخطاب العقلاني اللي بتقدمه القيادة المصرية وبتقدمه الدبلوماسية المصرية. أنا في تقديري أنه ساهم بشكل كبير في تعديل رؤية الإعلام الغربي ووسائل الإعلام الأمريكية تحديدا للدور المصري، خاصة عندما استطاعت مصر أن تقنع الولايات المتحدة بأن هذا الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل لن يكون في مصلحة المنطقة. حذرت من مشروع التهجير، حذرت من امتداد رقعة الصراع وتحولها لحرب إقليمية. كل هذه الأمور الحقيقة لاقت صدى في الإعلام الأمريكي، وبدأنا نشوف تحول حقيقي في نبرة الخطاب الأمريكي تجاه الدور المصري. طيب دكتور، خلينا نروح من واشنطن بوست لنيويورك تايمز، وكان في الحقيقة تقريرين مهمين جدا. واحد يعني ملفت، بينتقد منع ألمانيا المتظاهرين الفلسطينيين من التظاهر، واعتبرته الصحيفة يعني نوع من أنواع
تأييد حرية التعبير ومحاولة من ألمانيا للتكفير عن ذنبها ضد اليهود. وتقرير آخر يعني خاص بالنائبة رشيدة طليبة ذات الأصول الفلسطينية في الكونغرس بعد دعوتها لدولة فلسطينية من النهر للبحر وإصدار دعوتها في الجامعات. هل ترى أن الأحداث الأخيرة يعني خلت في اهتمام أكثر بالعودة لقراءة تاريخ الصراع خاصة لدى الأجيال الجديدة، وأيضا يعني كما نرى أنه يعني نيويورك تايمز وتقريرين مهمين الحقيقة؟ يعني أولا هذه الأزمة الأخيرة في قطاع غزة عملت تغير ملحوظ في حاجتين أساسيتين. أولا أنها كشفت ازدواجية المعايير الغربية، الحكومات التي كانت تتحدث عن حقوق الإنسان وعن حق التظاهر وعن حق في حرية الرأي والتعبير، الحقيقة هذه الشعارات انكشفت أمام المعالجة في الشارع. هناك تظاهرات ضخمة وحاشدة بعشرات الآلاف وربما بمئات الآلاف في عواصم غربية ولا تستمع لها الحكومات ولا تصغي إليها دوائر اتخاذ القرار في هذه الدول. في بعض الدول الأخرى تم منع هذه التظاهرات وتم حظر أي أشكال للتعاطف مع القضية الفلسطينية، وهذه مسألة غريبة للغاية في حكومات أو في دول وعواصم بتدعي حرية الرأي والتعبير وتزعم أنها تدافع عن هذه القيم الإنسانية. ده واحد من الأمور الحقيقة اللي كشفتها الحرب على غزة والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. النقطة الثانية هي أنها بالفعل هناك الآن رغبة لدى أجيال خاصة الأجيال الشابة والأجيال التي لم تعاصر مراحل كبيرة من الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي لفهم ما يحدث، لفهم لماذا هذا الانتقام الوحش من قبل إسرائيل ولماذا هذا الانحياز الغربي. يمكن حقيقة أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بدور في هذا الأمر، وبالتالي هناك رغبة في معرفة أعمق لجذور هذا الصراع وفهم لطبيعته على الأرض أكثر مما تقدمه وسائل الإعلام. أخيرا دكتور أسامة، يعني بوصف حضرتك أستاذ في الإعلام، أمام هذه الرواية أو السردية الإسرائيلية اللي بيتم تداولها غربيا، كيف أثبت أنا الجانب العربي أو الإعلام العربي السردية الخاصة بي وأن أنقلها لكي تؤثر أيضا على الرأي العام الغربي والعالمي؟ أولا يجب أن نتحلى بالموضوعية في معالجة الأحداث، يجب أن يكون لدينا خطاب إعلامي واضح يركز على الحقائق الموجودة على الأرض فضلا عن استخدام السياق الذي تدور فيه هذه الأحداث، لأنه زي ما حضرتك تعلم وأنت أيضا دارس للإعلام ومتخصص في الإعلام أن انتزاع الحقائق من السياق يفقدها طبيعتها ويفقدها دلالتها. الحقيقة الإعلام العربي بيقدم أداء جيد حتى هذه اللحظة مع بعض التباينات وبعض الاختلافات في السياسات التحريرية، ولكن نحن نقدم بالفعل أداء جيدا يقنع المواطن العربي ويجعله دائم الحضور في المشهد. النقطة الثانية، يجب أن نتوجه للرأي العام الغربي بلغته. صحيح. يجب أن تكون لدينا منصات بلغات أجنبية قادرة على الوصول للمواطن الغربي للمواطنين في كل أنحاء العالم بلغتهم، بلغات متنوعة، ولدينا من الكوادر ولدينا من الإمكانيات ما يساعدنا على ذلك، لأن إسرائيل تصل إلى هذا الإعلام عبر أدوات للتأثير في الإعلام الغربي بلغات هذه الدول. لدينا فرصة تاريخية. صحيح. للوصول إلى الإعلام في العالم وللمواطن في العالم، وأعتقد أن ما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت أكثر من 120 دولة لصالح المشروع العربي والرؤية العربية، أعتقد أنها فرصة سانحة لتأثير أكبر في المستقبل. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار. صباح الخير على حضرتك. مشاهدينا فاصل سريع نرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرتنا. زي ما تابعنا مع حضراتكم هذه المشاهد اللي بقالنا أكتر من 35 يوم بنتابعها جراء القصف المكثف على قطاع غزة. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم أنه سردية ما يحدث في قطاع غزة هو ذراع مهم جدا لتحريك الرأي العام الدولي بشكل عام، والتحركات الدبلوماسية والإنسانية اللي بتقوم بيها الدولة المصرية نجحت في أنها تشكل رأي
عام دولي متعاطف على الأقل إنسانيا مع غزة. ده شفناه مثلا في موقف فرنسا اللي لغة خطابها تحولت إلى شكل كبير أو بشكل كبير وتحول لموقف داعم للمسار الإنساني ووقف التصعيد. وأيضا يعني رأينا أنه فرنسا الآن تحث الجانب الأمريكي وأيضا الجانب البريطاني على اتخاذ نفس الموقف، ويعني دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الكيان الإسرائيلي بإعلان هدنة أو وقف الإطلاق النار وأيضا إدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة. هي بحكم التاريخ والجغرافيا جمانة، القضية الفلسطينية هي قضية القضايا، هي القضية المركزية لمصر من اليوم الأول لشن هذه الحرب الهمجية على قطاع غزة، وفي تحرك إنساني وسياسي وتحرك على الأرض، مش في دائرة الكلام، لا دائرة الفعل، بنشوف تحركات حقيقية لمساعدة أشقائنا في قطاع غزة. خلونا نتعرف مع حضراتكم وضيفنا الكريم اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، الأستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، ملامح الدور المصري وأهمية هذا الدور في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة جدا اللي بتعيشها المنطقة. في البداية بصبح على حضرتك، صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير أستاذ جمال. أهلا بحضرتك. ملامح الدور المصري، لو احنا اتكلمنا على مسارات مختلفة، مسار سياسي وأمني وإنساني، شاف ملامح دي إزاي أستاذ أحمد؟ هو ملمح ثابت. خلينا ناخد الشعار بتاعه، السلوجن بتاعه من كلمة لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها: نحن نتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف. وخلينا نسترجع الكلمة العظيمة اللي ألقاها معالي وزير الخارجية السيد سامح شكري في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن. وخلينا نتوقف على أنه يفخر بتنفيذ السياسة التي وضعها فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لاستراتيجية تعلي من المبادئ الإنسانية والأخلاقية في إطار من الالتزام بالتوازن في العلاقات، في الإطار من الالتزام بالحفاظ على الحقوق الإنسانية للشعوب، في الإطار من الالتزام بالدولة الوطنية، وفي الإطار من الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. ده بيلخص لك كيف تحركت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى. منذ اللحظة الأولى كانت الدولة المصرية أكثر قدرة من غيرها على تفهم ما ستؤول إليه الأوضاع. نتذكر يوم 7 أكتوبر مساء البيان الأول الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، وكان بيانا تحذيريا حذرت فيه الدولة المصرية من مخاطر تصاعد الأحداث ومخاطر استمرار العنف، وحذرت أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات إنسانية كبيرة على المواطن الفلسطيني. هذا التحذير الذي أطلقته الدولة المصرية مبكرا هو الذي تحقق على الأرض. ليه ده جاي؟ ده جاي من القدرة المصرية على قراءة المشهد، على قراءة طبيعة الصراع في هذه البقعة الحيوية من الوطن العربي، على طبيعة تأثير ذلك على المحيط الإقليمي في الشرق الأوسط، وعلى تفهم أن استمرار هذا الصراع يمكن أن يتحول إلى كارثة إنسانية كبيرة، خاصة إذا تداعت الأحداث وتدخلت أطراف إقليمية أخرى في هذا الصراع. التحذير المصري كان واضحا، ويمكن منذ هذه اللحظة توالت الجهود الدبلوماسية. وهنا لازم نتفهم والرأي العام يتفهم أن في فرق ما بين العاطفة والمواقف الانفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما بين رؤية الدولة ومؤسسات الدولة والعمل في إطار الالتزام بدور هذه الدولة. بمعنى أنه لا يمكن لأحد أنه يتعامل انفعاليا أو عاطفيا ولا يرى جهود دولته على الأرض، ويقلل من هذه الجهود، سواء اتصالات، سواء مؤتمرات، سواء مشاركة في قمم، بدعوى العاطفة وأنه لا يرى أملا في ذلك. بالعكس، تؤثر في الآخر، ليها تأثير. بالعكس، يعني العاطفة مطلوبة. ليه العاطفة مطلوبة؟ يمكن الفقرة اللي فاتت حضراتكم كنتم بتتحدثوا عن التأثير الذي حدث على الرأي العام العالمي. التأثير ده يمكن احنا كنا هنا في حلقة وقلت ان قدرة الشعوب العربية على التأثير على منصات التواصل الاجتماعي ستحدث فارقا على الشعوب، وأن هذه الشعوب ستكون قوة ضاغطة
في تغيير مواقف دولها. بس هل ده كان يمكن أن يتم دون جهود دولة؟ لا، علشان كده لازم نتفهم. إنك عايز تدعم دولتك، اقرأ موقفها الرسمي، التزم بموقفها الرسمي، وصيغ ده في مواقفك على مواقع التواصل الاجتماعي. ستنتصر لأنك ستبني مواقفك على مواقف صحيحة تتبناها دولتك في إدارة هذه الملفات. طيب الدولة المصرية ارتكزت على إيه؟ ارتكزت على رؤية تتعلق بالقضية الفلسطينية نفسها، وارتكزت على رؤية تتعلق بالقضية الإنسانية نفسها. بمعنى أن مصر فرقت بين مسارين، المسار الإنساني والمسار السياسي. ومش فرقت بمعنى أن هي قالت ده ملوش علاقة بده، لكن هي كانت واضحة في صياغتها الدبلوماسية أن احنا عندنا مسار إنساني لابد أن احنا نلتزم به، وعندنا مسار سياسي لابد أن احنا نلتزم به. المسار الإنساني كان يتعلق بضرورة وقف هذه الحرب، حرب الإبادة. لما نعرف أن احنا وصلنا إلى حوالي 11,000 شهيد فلسطيني، حوالي 7,000 منهم امرأة وطفل، إذا نحن أمام حرب إبادة تمارس على مستقبل الشعب الفلسطيني، والأمر لا يتعلق بحرب. لما نعرف أن هذا الحصار، يعني مش لاقي له تعبير، بس هذا الحصار الكارثي الذي يمكن أن يحرم المواطن الفلسطيني من حق الحياة، وهو أحد الحقوق التي تدافع عنها الأمم المتحدة والتي صيغت في مبادئ حقوق الإنسان. إذن أنت تتحدث عن مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية، وهنا بتبان ازدواجية المعايير. ازدواجية المعايير مش في ده بس، في كذا حاجة تانية، بس حق الحياة نفسه هو أهم حاجة. لما أفرض على شعب ما فيش مية، ما فيش كهرباء، ما فيش وقود، ما فيش غذاء، أنا أحرم هذا الشعب من الحياة. الدولة المصرية كانت واضحة ورفضت هذا الأمر، وأصرت إصرارا واضحا على فتح المعبر اللي هو لم يغلق من الطرف المصري على الإطلاق، وده لازم إن احنا نتفهمه وإن احنا نتمسك به، لأن هو ده هذا الأمر مثبت بمواقف رسمية. ويمكن احنا شفنا دولة رئيس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي وهو يتصدر تجمع المصريين من أجل الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وشفنا هذا التواجد الإعلامي وهذا التواجد الشعبي وهذا التواجد المصري الفعال على في هذه النقطة. شفنا الأمين عام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمدير العام للمحكمة الجنائية، كله موجود في المنطقة دي. ده هنتنقل للجهود، بس أنا بقول لحضرتك الثوابت المصرية. الثوابت المصرية كانت في حتمية وقف هذه الحرب المجنونة من قبل جيش الاحتلال، وتفهم أن الأمر لا يتعلق بانتقام، الأمر يتعلق بإبادة. طيب على المستوى السياسي لازم نشوف الاتصالات، كم الاتصالات اللي تلقاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقرابة من 100 اتصال هاتفي أدار من خلالهم الأزمة، وركز على الثوابت المصرية اللي بتنتهي بأنه هناك تمسك بثوابت تتعلق بالقضية الإنسانية، وهناك تمسك بالثوابت تتعلق بالقضية السياسية، لا للتهجير، لا لحل القضية الفلسطينية أو تصفياتها عبر تصور أي طرف من الأطراف أنه قادر على إزاحة الفلسطينيين في أي اتجاه من حدود الدول الوطنية العربية، لأن مصر تدرك جيدا أن الأمر لا يتعلق بغزة بقدر ما يتعلق بالضفة. أستاذ أحمد، خلينا ننطلق من هذه النقطة تحديدا. زي ما حضرتك قلت، حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما خرج وشرح المخطط بمنتهى الوضوح كان ليه دور مهم جدا. عايز أعرف من حضرتك، لأي مدى كشف هذا المخطط من قبل سيادة الرئيس أثر ودعم الحس الوطني لدى سكان قطاع غزة؟ يعني خرج بالفعل، شفنا مقاطع عديدة ولقاءات عديدة للعديد من سكان قطاع غزة بيؤكدوا على عدم تركهم لبيوتهم ولا لأرضهم في قطاع غزة، برغم من الأهوال اللي بيشوفوها بالفعل في هذا القطاع. أنا شفت مشهد امبارح لسيدة فلسطينية تقترب من 95 عاما من عمرها، وهي شهدت التهجير الأول، وبيقولوا ان هي في التهجير الثاني. في عقيدة فلسطينية وفي عقيدة عند كل مواطن عربي بأرضه
وعرضه ومقدساته. الطرف الآخر لا يضعها في اعتباره ولا يتفهمها، وهي دي الإشكالية الرئيسية، أنه يتصور أنه قادر على فرض إرادته على إرادة لأنه لا يمتلكها، قادر على فرض إرادة. طبعا حضراتكم اتكلمتوا على السردية الغربية والسردية العربية والسردية المصرية في هذا الإطار، لكن اللي بيهمني، طب احنا دعمنا المواطن الفلسطيني علشان ننمي جواه هذا الشعور بإيه؟ احنا دعمناه عبر تحركات، يمكن انا كنت بشير ليها، التحركات الدبلوماسيه، من خلال الاتصالات، من خلال القمم، قمه القاهره للسلام، النهارده عندنا قمه مهمه، قمه العربيه الاسلاميه، الزيارات المتبادله. طب نقف عند الزيارات المتبادله، الشخوص التي جاءت الى القاهره وكيف تغيرت مواقف دولها. طيب نبتدي باهم منظمه معنيه باداره هذا الملف، الامم المتحده. السيد أنطونيو جوتيريش والذي قد يدفع ثمنا كبيرا نتيجة موقفه الإنساني الأخلاقي التزاما بقواعد القانون الدولي الأخلاقي والإنساني، استضافته الدولة المصرية وذهب إلى معبر رفح وشهد من هناك شهادة كبيرة للتاريخ، شهادة تاريخية بجهود الدولة المصرية لإنفاذ الإغاثة الإنسانية عبر معبر رفح. طيب هل اكتفت الدولة المصرية باستضافة السيد أنطونيو جوتيريش؟ استضافت كل مديري الوكالات والمنظمات المعنية بالغذاء والصحة واللاجئين لكي تطلعهم على الأرض بواقع ما تمارسه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. هل ده كان ليه تأثير؟ كان ليه تأثير كبير جدا، انعكس في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لو نفتكر هذا التصويت. صحيح. طيب استضافنا الرئيس الفرنسي ماكرون، ومن لغة الخطاب للرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مختلفة بعض الشيء، يعني لغة الخطاب نفسها لو قارناها بالأيام الأولى للحرب لماكرون كانت مختلفة لما جه في المؤتمر الصحفي في مصر. بالطبع. وتحليل الخطاب مهم جدا، وحضرتك أستاذ في المجال ده يا دكتور محمد، بس تحليل خطاب ماكرون من الأزمة نفسها منذ بدايته، رئيس الدولة هو من يعكس خطابها تجاه أي أزمة تحدث في محيطها الإقليمي والدولي. ليه؟ لأن هو من يملك الرؤية. ماكرون زيه زي كثير من الزعماء صاروا خلف السردية الغربية اللي كنا بنتحدث عنها، وهذه السردية دعمت إسرائيل بلا هوادة، ويمكن الدعم الذي قدم بيعكس هذه الازدواجية في التعامل. ليه؟ لأنك بدل ما تدعم الطرف الأقل قدرة، احنا مش عايزين ندعم غزة بالسلاح، ما حدش قال تدعم غزة بالسلاح، لكن ساعد على إدخال المساعدات الإنسانية. هذا البعد كان غائبا ولم يكن أحد يتخيل هذه الجرائم. على الأرض وعبر هذا اللقاء مع رئيس ماكرون تغير الموقف الفرنسي، وشفنا يمكن من يومين القمة الفرنسية صحيح لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وشفنا كلمة الرئيس الفرنسي اللي فيها توازن الحقيقة، لأنك لا يمكن أنك أنت تدعم تنظيمات إرهابية وفي المقابل أنت لا يمكن أنك أنت تدعم حرب إبادة بحق الشعوب. وده موقف مصر صاغته، أنك أنت لا يمكن أنك أنت في لحظة من اللحظات تدعم أي تهديد يطال أي مدني تحت اي سبب من المسببات. استاذ احمد عفوا المقاطعه، ان ده يعني في تناقض للموقف الاخلاقي الغربي، يعني دايما الغرب والاوروبا بتتكلم على القيم الغربيه، طب انت ازاي بتتكلم او بتلتزم بهذه القيم الغربيه وانت ضد ان يبقى في ادخال المساعدات بشكل قوي الان، او ضد انه يحصل وقف اطلاق النار؟ مش بتشوف ناس ازدواجيه غريبه جدا، قيم انت مؤمن بيها لا تطبقها؟ مش ازدواجيه، هو تطبيق لمبادئ حقوق الانسان وفقا لمصلحه هذه المنظومه الغربيه. حط الامر في مقارنه سريعه ما بين الوضع في اوكرانيا وما بين الوضع في فلسطين، الامر مختلف تماما. ما بين دوله تقدم مليارات الدولارات كالولايات المتحده الامريكيه مقابل الفتات الذي تقدمه طبعا لأوكرانيا إنسانيا وغذائيا وعسكريا، وفي المقابل أنت تقدم الفتات من أجل دعم تقف هنا وتشوف مين الدولة اللي بتتصدر. مصر في 7000 طن مساعدات إنسانية وغذائية متوفرة في معبر رفح، مصر ليها فيهم حصة 6000 طن. شوف مصر والباقي من باقي دول العالم، ودي المساعدات اللي وصلت الى مطار العريش اللي مصر فتحته من اليوم الاول
لاستقبال المساعدات. طيب، هذه الازدواجية الغربية بتجد تفسيرها في الرغبة في الانتصار للسردية الغربية، في الرغبة في الانتصار في صراع أبعد، صراع اقتصادي، صراع سياسي أبعد ما بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي. صراع على منطقة حيوية جدا. أتخوف أن يكون هذا هو الهدف من كل هذه المنطلقات التي يسير خلفها الغرب. بس خلينا نذهب بعيدا ونقول أن نحن دولة تمتلك إرادة، قدرنا أن احنا نفرض إرادتنا. خلينا نقف عند بلينكن. أستاذ أحمد، للأسف احنا وقتنا قرب بيخلص، فخليني أسألك سؤال مهم جدا، يعني ما ينفعش حضرتك تكون موجود معنا وما نتطرقش ليه. القمة العربية الإسلامية المشتركة اليوم اللي هتقام طبعا في الرياض، شايف حضرتك توقعاتك لمخرجات هذه القمة، وأي الأطر اللي هتعتمد عليها هذه القمة اليوم تحديدا؟ ستتمسك بالثوابت المعلنة من قبل كل الدول العربية. لا خلاف بين الدول العربية في التوافق على وقف إطلاق النار فورا، التوافق على الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لإغاثة المواطن الفلسطيني، التوقف عن التهديدات الإسرائيلية بتوسيع هذه الحرب التي تشن على غزة إلى الضفة الغربية، خاصة في ظل وجود مؤشرات على ذلك، حتمية تكاتف دول العالم من أجل الضغط على دولة الكيان من أجل البدء الفعلي والإسراع بالتوصل إلى عملية سلام دائم وشامل وعادل وفقا لحل الدولتين ووفقا للمرجعية الخاصة بالشرعية الدولية ممثلة في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها. شكرا، شكرا جزيلا أستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، نورتنا وشرفتنا يا فندم. صباح شكرا حلو. شكرا لحضرتك. شكرا حضرتك. شكرا يا فندم. مشاهدينا، بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، هنكون معكم بكرة طبعا في نفس الميعاد، وبالتأكيد متابعة مستمرة على القناة الأولى للقمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض. نشكر حضرتكم جزيل الشكر. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر.